اسعد الله اوقاتكم بكل خير مشاهدين ومتابعين شاشه الكويت الرياضيه، سعداء جدا بالتواصل معكم عبر هذه الشاشه من خلال برنامجكم برنامج الديوانيه. يا رب حلقتنا اليوم تنال على رضاكم واستحسانكم، بنقضيها مع ختام الجوله العاشره من عمر دورينا دوري فيفا لكره القدم. النتائج اللي اليوم حققت او سجلت، ما لها وما عليها، ومن احداث مفرحه ومحزنه شهدتها هذه الجوله او ختام هذه الجوله. خلونا نرحب بضيوفنا وروادنا اليوم اللي منورينا ومشرفينا. جوده اليوم عندنا، نخبه اليوم عندنا، ما بين اللي مستانس وما بين اللي متضايق. الحين بتشوفون ردود الفعل من التحيه، بدايه مع نجمنا الكبير مهندس الكره الكويتيه الكابتن ناصر غانم. حيا الله عبد الله. الله يسلمك ابو طلال، ومشكور على هذا الاطراء الطيب. ذخر انت. ونرحب في المشاهدين، اخواننا المشاهدين والضيوف اللي معنا ان شاء الله. 50% مستانس 50% متضايق، مبين. لا لا 50 50. النتيجه لا، النتيجه عاديه. النتيجه عاديه. بنشوف سير الحلقه اليوم. مشرفنا ومنورنا في اطلاله اولى معانا في برنامج الديوانيه، اضافه بلا شك وجوده معانا نجم من نجوم كره القدم الكويتيه، نجم نادي الكويت السابق، اللاعب الغالي بدر البطي. حيا الله كابتن بدر، مشرفنا ومنورنا اليوم يا كابتن. الله يحييك، سلم عليك وسلم على اخواني المشاهدين والكبانات الموجودين. جزاك الله خير، مشكور. واضح ان الكابتن بدر مستانس ويحق له المستانس. عادل الحيادي هنا عندنا حكمنا الدولي السابق والكابتن محمد باجيه. حيا الله ابو خالد، ابرك الساعات. الله يبارك فيك ومساك الله بالخير ومسي على الاخوان على الشباب. نشوفهم كبدر، انا من زمان ما شفته، ومسي عليه وانا سعيد ومع عبد الله ومع الاخوان. ان شاء الله حلقه تكون ان شاء الله تحوز على رضا الجميع باذن الله تعالى. مساعد مدرب النادي العربي واحد نجوم كره القدم الكويتيه الكابتن احمد عسكر. حيا الله ابو عبد الله، والساعه المباركه وهذا لك يا الغالي. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله ابو طلال، رحب فيك وفي الساده المشاهدين واخواني اللي موجودين. الحمد لله على كل حال. ابتسامه صفراء، يعني مدرب الاخضر وابتسامه صفراء. لو شايت فاولين، لو شايت لفاولين. لا ابو طلال، هذا حل كره القدم، يعني يوم تفرح يوم تخسر. والحكي وايد، والحكي وايد. نروح حق عادل اليوم سعد، وخذ ثلاث نقاط وبثلاث اهداف مستحقه. مساعد المدرب نادي السالميه نجمنا الغالي والشرح والراقي سلمان عواد. حيا الله ابو طلال، ابرك الساعات. الله يحييك ويبارك بساعتك، والله يبارك فيك. مبروك. وانا سعيد ان اكون معاكم بهالبرنامج. حبيبي يا كابتن، مسي عليك وعلى الساده المشاهدين. هذه الساعه المباركه ابو طلال، وابرك الساعات يا اخوي الكريم. الله يبارك بساعتك. اللي سعيد ايضا اليوم موجود واحنا سعداء بوجوده معنا، الشرح والراقي دائما بلا شك، مدير الفريق في نادي القادسيه عبد الله الحقان. حيا ابو يوسف، الكشره تارس الوي اليوم تبارك الرحمن، ايش عليه؟ ها تفوز لازم تستانس. جود لك، حق لك. الله بالخير بالطلال، مسي عليك وعلى الساده المشاهدين وعلى الكباتن. هني بعد ما يبي للحين شلون؟ 4-4-2 على طول. كلهم نص وهجوم. 4-4 اليوم التشكيلة. 4-4-2. 4-2-4. بعد. إيه خالصين. هذه الساعة المباركة يا كباتن، اليوم إن شاء الله راح بنشوف النتائج اللي حدثت اليوم، يعني نهاية الجولة العاشرة. الساحل وكاظم تعادلوا 1-1. القادسية استطاع أنه يفوز على خيطان بأربعة أهداف نظيفة. السالمية دك مرمى العربي بثلاثة أهداف مقابل هدف. والكويت فاز ايضا على خيطان او الشباب، اسف، 3-1 ايضا بذات النتيجه اللي فاز فيها السالميه على العربي. قبل نحكي في المباريات وقبل نسولف، لان انا اليوم عندي مدير فريق القادسيه، وقبل نتكلم فني وامور هذه كلها، بيوسف خل اطلعني واطلع الساده المشاهدين على عده جزئيات وانت شارك فيها مع الكباتن. بدايه الامر، وراح نشوفه بعد شوي في التقرير ايضا، سوء ارضيه الملعب اليوم وايد يحكون، يعني على النقيض تماما يقول تبارك الرحمن أرضية نادي السالمية اليوم كانت شيء رائع، لكن سوء أرضية نادي القادسية، ليش يا أبو يوسف؟ طبعا في البداية الهيئة حاطة جدول الملاعب، أتوقع يعني أساس دورة الخليج بلشت بالكويت بالعربي بالسالمية بالنصر. القادسية كان لأنه ما كان مختار من ضمن اللجنة، فصار يعني آخر الجدولة. ان شاء الله يوم الاثنين راح تبدي الصيانه على ملعب استاد محمد الحمد بعد ما خذينا يعني الموافقه من الهيئه. البعض قال او كنا لك تصريح انت بعد ابو يوسف انه كان من المفترض ان حتى مباراه اليوم ما تقام على الملعب، لكن بطلبكم انتم الاخوان في نادي القادسيه طلبتوا مخالف خلونا نلعب اليوم واستلموا الاثنين. اليوم مباشر، لان الباشر عندنا الدوري الرديف مع الجهره، فقلنا لهم من الاثنين ان شاء الله الملعب تحت
تصرف تصرفكم الأرضية مو نفس الأرضيات الأولية يعني اليوم شفنا المباراة عادية الأرضية نادي القادسية شنو فيها يعني لا تعيس كلش بابا تمشي اللي عند الجول يعني كلها الأرضية إذا اللي عند الجول مطر متر عليه وعبد الله لما تدش داخل تبين وعبد الله حتى بالتلفزيون كابتن حتى بالتلفزيون الأرضية يعني مو مال كرة قدم من الآخر مو مال كرة قدم احنا لا يعني العفو بطلال عذرنا دائما الأرضية ان المستوى الأرضية اذا الفريق خسر قلنا الأرضية اذا يعني انا اللي اعرف الأرضية من اول نفس صحيح الأرضيات صحيح. هذه وعبد الله يذكر يعني بس هم احنا ما حكينا فنيا وعبد الله قاعد نتكلم عن جمالية الشكل ومقارنة مع مع أرضية نادي السامي اليوم انت حتى اشد بالأرضية يعني فرق نقيض بس يعني أرضية الملعب حق الكرة ما لا لا انا وياك بس لما يعني الدش داخل تبين العيوب اكثر كشكل مع ان احنا ترى احنا اربع ايام مريحين الملعب يعني ما تمرنا عليه كذي مريحين اي والصبح تجي المدحله العوده هذه مالت الشارع شفتها مالت القهر تدحل صح وبس وكذي الوضع فما بالك لو احنا نتمرن بعد اي عادي موضوع فزعه الجمهور القدساوي وتسديد رواتب او جزء من استحقاقات المحترفين هذا مو بخمس دقائق ولا بعشر دقائق اللي سواه الجمهور القادسية من فزعة هذا يبي له حلقة وثائقية ينم على فزعة هذا الجمهور ورقية والتفافة حول الكيان حول النادي بعيدا عن الأسماء والمسميات لكن اليوم المحترفين ما شاركوا بيوسف شوف طبعا كل الشكر والتقدير لديوان القدساوي والجماهير وكل من تبرع وتعنى حتى لو ما حضر اليوم لكن حتى لو ساهم بدينار او نص دينار صراحه يعني شيء الواحد يفتخر فيه سواء اداري لاعب مدرب شيء مثل ما قلت انت شيء من الخيال يعني وهذا يدلك يعني اللاعبين انهم يعني محظوظين بهالجمهور الوفي طبعا بالنسبه حق موضوع المحترفين وهو المبلغ تحصل لكن تعرف انت عطله امس واليوم ما في بنوك مفتوحه المبلغ كبير حاولوا الاخوان في ديوان قدساوي ان يسددونه او يدعونه في بنك الكويت الوطني فرع المطار لكن المبلغ كبير يا ابو طلال فقالوا لهم ان شاء الله يوم الاحد طبعا التشيكات متوقعه وخالصه وكل يعني المحترفين شافوا التشيكات خالصين بس يوم الاحد يتم الايداع ويسحبون المبلغ ليش ما لعبوا اليوم هم لن يستلمون لان يعني خذوا وعود كثيرة. كنا النتيجة بدونهم أحسن. شوف أنا وجهة نظري الشخصية يمكن واحد تحتاجه المبالغ اللي انقطت لاعبينك المحليين نجوم. إيه. أولى. كمل فيهم. أقول لك أنا وجهة نظري. بعدين أول مرة يعني نادي تبرعوا له جمهور زين النادي اللي ما عنده جمهور شو يسوي؟ الله يعين. لا السؤال ابو عبد الله السؤال انه لو دفعت الدفعه هذه الدفعه الجايه بالله صار تاخير من اللي بيدفع بعد اي هل تنتهي المشكله إيه يعني هل انهت المشكله هذا والله الكلام. شوف انا بقول شيء انا قبل كم حلقه ترى قعدت تذكر ترى نفس الفكره طرحت ان ليش الجماهير ما تساعد لما يمكن كان العربي بعد قلنا ان تودع الفلوس قبل الدوري ان نبي نجيب لاعبين وكم يكلفون وان كذا ورجال الاعمال واذا جمهور صدق شيء زين ان الجمهور يشارك احنا قبل الانديه كانت مغفله إدارة مجلس إدارة يسكر الباب عليه ورابعة لا أنت هذا النادي مو ملك لك مو برايفت شغلة أنت نادي مال المنطقة عموما أو الجماهير وين ما كانت يعني أنت جمهور القادسية موجودين بالجهرة موجود خليه يشارك يا أخي إحنا قاعدين نشوف اللي قاعد نشوفه يعني التفاعل الجماهير اللي قاعد يصير يعني الجماهير مو مقصرة يعني في أمور قاعد يسوونها يعني أتكلم عن جمهور العربي اللي قاعد يسوونه على المدرجات وهذا ترى كله اجتهادات شخصية أيوة في ناس من زمان يبون فرصة والله يا كابتن واجد يبي فرصة أنه يعبر عن حبه لهالنادي هالكيان الفكرة اللي قلتها افتح له يا أخي خلي الناس اللي قلتها أبو خالد فعلا يعني وجمهور القادسية اليوم ضرب أروع مثلا يعني لو صاير هذه مثلا قبل نهاية بداية الموسم ونبي هالكثر مبلغ عشان بنجيب هاللاعبين ابسطها لك يكلفون النادي هالكثر يساعدون ابسطها لك ان ناس كلها تبي وفيها خير الجماهير وغير الجماهير الحين اللجان الخيريه هذه من يعطيها مو الناس صح والجمهور هذا مو ناس يعني اللي قاعد يقطني اللجنه الخيريه ولا كذا اسمع راي بدل بطل في هذه الجزئيه اكيد سمعت عن هذه الحمله او هذه الفزعه اللي قام فيها الجمهور القدساوي
في ما يخص محترفينهم، تعليقك في هذا الجانب بدر. اول شيء هذا شيء مو غريب على جماهير القادسيه، لان نشوف احنا جمهور القادسيه ما شاء الله مو بس يحب القادسيه، يعشق القادسيه يعني. بس والمبلغ اللي يعني لموه الصراحه انا بالنسبه لي يعني مو مستغرب. الجمهور القادسيه احنا نشوفه يدفع بالملعب حتى الجماهير الثانيه، لكن بالنسبه لي مو غريب صراحه. وجمهور القادسيه شيء طبيعي يسوي كذي لانه يعشق نادي القادسيه، وهذا شيء طبيعي اشوفه انا. ابو يوسف عشان اسكر هذا الموضوع، انا متعود دائما وهذا اللي اقولها دائما، اي شيء يصير خارج اطار هذا البرنامج او ما ينقال في البرنامج انا ما احب يعني استورد بعض الامور. لكن جمهور القدساوي ايضا كان من امس يبعث لي بعض المنشيتات لبعض الصحف لله التقدير والاحترام على الاقل بالنسبه لي انا، بعض المنشيتات اللي يراها الجمهور القدساوي انها كانت فيها تهكم يراها كذلك او فيها شماته من هذا الجانب. عندك تعليق على هذا الجانب على بعض منشيتات؟ شوف هو سفك يعني يا ابو طلال، ان جريده يعني محليه تكتب او تسخر من نادي القادسيه بالطريقه هذه، ثق تماما يعني لا لاعبي النادي القادسيه ولا الاداريين ولا مجلس الاداره يمكن التفت حق الشغلات. اللاعبين خاصه اللاعبين ردوا اليوم بالملعب، اللاعب يرد بالملعب خله يكتب، هذه وجهه نظره وهو حر فيها، احنا ما نقص، لكن اكتب على الجميع. اذا انت تبي تنتقد في سلبيات كثيره، لا تحط على نادي وتخلي نادي. وبعدين للاسف في ثلاث صحف معروف التوجه انها تطق نادي القادسيه، ومعروفه الكل يعرفها، فانت تبي تكتب اكتب، ما حد يمنعك، هذا رايي. ابو يوسف ساعات يقول لك يعني انا سلمت رقبتي لك، يعني انا اللي خليتك انت تحكي فيني او تكتب عندي، خلني اتفق او اختلف، انها شماته اطنازه تهكم خلنا من هال، لكن لو ما في شيء ما خليتني انا اصلا اكتب هذا الشيء. اوكي انت تبي تكتب ماده، تبي ماده اكتب بالايجاب، مو كلها سلب سلب سلب، في شغلات ايجابيه ليش ما تكتب عنها؟ وانا زعلوا مني بعض الصحفيين كانوا موجودين بالتمرين، اي شيء سلبي ينقله، شيء ايجابي ما ينقله. قلت له ابيك مره واحده تكتب شيء او تنتقد او يعني تقول الشيء الايجابي، كله سلبي 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 ما يصير. يعني العالم قاعد تجتهد، يعني اللاعبين انا بضرب لك مثل، اللاعبين هوات، لا راتب جزئي لا مكافآت لا ملاعب مثل العالم. يعني انت شوف ابسط مثال قطر، ما ودك تطلع من الملعب، مو من يعني مو بس ارضيه الملعب، المنشأة كامله. فانت تبي تنتقد انتقد، هذه وجهه نظرك، ولكن ما تهز القادسيه ولا تهز كيان القادسيه، قادسية أكبر منك. في الموسم الماضي مو بس برنامج الديوانية، مو بس برامج تلفزيون الكويت، يمكن حتى البرامج الخليجية والعربية أشادت بالجمهور العرباوي، وكان شيء مفخرة وشيء نسعد فيه بالفناتك اللي كانوا يسوونها، بالأمور التفاعلية اللي كان يسويها الجمهور العرباوي. كلام اللي بقوله الحين لا أعني فيه الجمهور العرباوي، إذا نادر سيء مو معناته أن أسرته سيئة، لكن ما يطلع تصرف من نادر سيء أنا أعني تصرف نادر السيء. اللي شفناه اليوم من حذف القناني من بعض جماهير العربي، وأشيد بدور الرابطة اللي حتى احنا سمعنا في الميكروفونات لا أحد يحذف لا أحد يحذف، لكن لا ليس هناك إذن تسمع ولا أحد يردع. هذا التصرف شيء معيب، شيء ينافي حتى الأخلاق الرياضية مهما كان المبرر، وحط تحت كلمة مبرر مليون خط. الحكم عمار شكناني على سبيل الفرض والمثال أساء في قراراته، لم يكن منصف في قراراته، هذا التصرف هذا بيجيب لك حقك؟ هذا التصرف هو اللي بيخلي القرارات سليمة؟ هذا التصرف كان جدا بشع، ما له غير وصف واحد، إن هذا بعيد كل البعد عن الروح الرياضية والأخلاق الرياضية. هذه الفئة إذا كانت ما تعرف تقضب أعصابها أتمنى أنها تقعد في البيت وتعين من الله خير وتتابع المباراة عبر شاشة التلفزيون، علشان أوضح لك الصورة يلي أنت ممكن تكون مستانس باللي سويته، بيتك ما أعتقد يخلى من المنظرة. أمسك بطل ماي وشوف نفسك وانت تحذف، شوف شكلك بس، صدقني راح تنقد على نفسك. اللي يقول لأن أنا سمعت
الحكم كان الايمن كان قاعد يلتفت ويضحك يعني زين، حتى لو لو الايمن كان الايمن كان قاعد يلتفت ويضحك، هل هذا مبرر انك تحذف؟ هذا مو مبرر، اضحك له يا اخي لو كان هذا المبرر. البعض راح لابعد من كذي، قال لي القوات الخاصه واحد منهم يا وحاول يشهر المسيل الدموع او سلاح الماي على الجمهور وروع الاطفال وروع الاسر اللي كانت موجوده. لو هذا الحادثه صحيحه، طيب والالفاظ وحذف القناني هذه ما روعت الاطفال؟ ما ازعجت الاسر والاهالي اللي كانت موجوده في المدرج؟ شو اللي جاب القوات الخاصه حولكم؟ ما غير التحذف؟ هذا المشهد اللي اتمنى انا اتمنى من رب العالمين، هذه المظاهر هذه المشاهد سواء الجمهور العرباوي او البعض من الجمهور العرباوي اللي شفناه اليوم او غيره من الجماهير ما نشوف مثل هذه الامور. تعليقك على هذه الجزئيه ابو خالد؟ لا شوف اليوم اللي صار صراحه انا اكون صادق معك، اكثر من مره شفت الجمهور العربي السنه هذه حتى انا مره عندنا بالجهره وحضرت مباراه الجهره والعربي نفس الشيء، جمهور العربي نفس الطريقه سوى. انا اقول بصراحه جمهور نادي العربي انت جمهور لنادي كبير، قلعه خضراء لها تاريخ، كانوا كاداريين كنجوم لاعبين حتى كمنشاه، يجب ان تحترم هذا الصرح، تاتي لتشجيع فريقك عشان يوصل وتوصل لاعلى مستوى، لا تهجم ولا تلفظ ولا تسيء الاخلاق، لان انت بالحاله هذه انت نتيجه عكسيه راح تصير، تصرفك هذا راح يسبب نتيجه عكسيه حتى اللاعب. في بعض اللاعبين يقول لك انا هذا الجمهور ما يستحق اني اتعب له اصلا، فانت بالعكس مفروض تبين له الوجه الحسن وتشجع حتى في احلك الظروف وفي اصعبها، وهو بالعكس فريقك كان محتاجك في هذه الحاله، مفروض تقول لهم حتى لو انغلبتوا احنا معاكم. مدرب تو جاي جديد، الكابتن عبد العسكر نجم من نجوم النادي العربي مستلم معاه، وكلهم يعتبرون توهم بدايه جديده، راح نبدا من جديد، شدوا حيلكم هذه المباراة بداية وحنا معاكم كذا، حتى إن كان فريق اللي تلعب ضده فريق مثل السلمية فريق قوي مطعم بنجوم محليين وخارجيين، يجب أن تملك من الشجاعة والإقدام أنك توقف مع فريقك. أسمع رأي العرباوي أحمد عسكر في اللي شفته اليوم. الجماهير من الجماهير إحنا أبو طلال، أنا أوافقكم الرأي يعني للأمانة، يمكن ما نعم على كل الجماهير، ما حد عمم يا أبو عبد الله أبدا، ما حد عمم، قلنا البعض وفئة إن شاء الله تكون قليلة يعني، حتى يمكن هالامور هذه بطلال يمكن حتى تنرفز اللاعبين يعني، مو اللاعبين خلينا نقول يعني، الوقفه اللي صارت بطلال يدري 12 دقيقة يعني اللاعب كان يعني متحمس وقاعد يلعب، فلما تي توقفه 12 ولا الى ربع ساعه هذه امور كلها تاثر باللاعب. فانا اعتقد بطلال يعني الجماهير العربابيه وحتى الرابطه مثل ما تفضلت كان بالاخير قاموا يهدون، وقاعد في واحد ما ادري منو اللي كان ماسك الميكروفون يقول لهم يا جماعه، حتى قاعد يقول نبارك حق فريق السالمية على ابو نهايه المباراه، احنا اليوم خلاص مغلوبين وخلنا نعترف بهالشيء، بس مو معنى هذا هذا الكلام اللي الفريق يعني، هل علشان فريق النادي العربي هو اللي ما قدم يعني الجمهور متضايق من فريقه ولا لا ولا متضايق لان فريق السالميه فايز؟ لا لا ابو عبد الله، هو طبعا اكيد الجمهور متضايق ان فريقه مهزوم طبعا، هذا حاسب الفريق، ليش تسوي المشاكل هذه اذا الفريق هذا يعني هذه المباراه بخسر الفريق انت عبد الله، خلينا نكون واقعيين يعني الحين حتى لو بتصير اي عقوبات اي امر على جماهير النادي العربي منو بيتحملها؟ النادي يتحملها، الفريق النادي يتحملها. شوف فنتمنى يعني هالامور هذه. سامي داز الحين ماده في المية يقول لي بالصوت والصوره، داز لي ماده انه يقول لي بالصوت والصوره، اعطونا اثنين يا جماعه هني بالصوت والصوره، ان القوات الخاصه وجه سلاح بوجه الجمهور وروع الاطفال والبنات. هذا نفس الكلام اللي اقول لك يا سامي، نفس الكلام اللي اقول لك يا سامي ولكل من يقول هذا الامر، حتى لو كان هذا التصرف، هذا التصرف خاطئ، حتى لو كان هذا التصرف، لكن يا جماعه انتوا ايش قاعد تسوون؟ انتوا قاعد تتكلم لي عن رده فعل وتارك لي الفعل يا سامي وانا اخوك، روع الاطفال زين والتحذف هذا ما روع الاطفال وانا اخوك، الالفاظ ما روعت الاطفال وانا اخوك، شو اللي جاب القوات الخاصه صوبك وانا اخوك؟ خلونا نتكلم بمنطق، لا تاخذنا العاطفه، خلونا نقول الغلط غلط والصح صح، لا نبرر الافعال الخطا وانا اخوك. قوات الخاصه اخطا، زين شو اللي جاب صوبك؟ ما غير تصرف خطا خلاه يصوبك؟ انا ما ابي ابرر حق القوات الخاصه،
هذا دوره حماية الأمن، الحفاظ عن الشغب، هذا اللي صار جزء من الشغب وهذا دوره، هذا دوره. بتي تقول لي روع الأطفال، روع ما أدري شنو، والتحذف هذا ما روع أحد. خلونا بس نتعلم يعني ما نكون عاطفين زيادة على اللزوم، على اللزوم. خلونا دائما نتعلم، لنشوف إذا شفنا الغلط نقول هذا غلط والصح صح، ولا نتعامل بردة الفعل، نتعامل مع الفعل ذاته. نحكي عن السالفة نفسها وأنا أخوكم. من الأشياء أيضا السلبية اليوم، عطني عادل على الهواء لو سمحت، هذا فيديو واصل أيضا مو القوات الخاصة، عطني عادل على الهواء، عط ثواني خلنا نعيد لك، لأن هذا اللقطة بعثنا دور الهواء الحين. عطني الكيو عادل، تفضل تفضل على الهواء الحين، عطني عطني على الهواء، مشكلة الحين خلنا نشوف على الهواء. هذا الجمهور اللي التم حول الباص، وحسب الرواية اللي وصلت ان حتى في احد الجمهور ركل احد لاعبين العربي، على اي اساس؟ ليش كل هذا؟ علشان الخسارة؟ ابو عبد الله انت كنت موجود في الباص؟ لا انا كنت موجود داخل بالغرفة، ابو طلال كان في قناة مراسل قناة الثالثة تكلم وياه، على ما طلعت ولا اللاعبين بالباص والجمهور محوطين الباص، سألنا يقولون يقول في واحد من الجمهور شات اعتقد احمد عبد الغفور او شيء، هذا اللي سمعناه، بس اللاعبين كانوا داخل واحمد كان يحاول يبي ينزل، بس طبعا ما حد ما خليناه ينزل. هذا اللي شفته. على اي حال احنا مو قاعد في صدد ندور السلبيه، مثل ما اشدنا لابد نحط اصبعنا على الجرح. نعم قد يكون في الجانب الفني العرب اليوم ما كان زين، من حق الجمهور يغضب، لكن في وسائل أفضل من هذه التصرفات اللي شفناها، اللي أساساً هي ما هي من عادة جمهور العرباوي تحديداً. ماش مشكور يا عادل المسوي. كاظم اليوم تعادل مع الساحل، شو اللي قلت لي تحت الهواء؟ أبي أسمع اللي تحت الهواء قلت لي إياه. أنت متضايق من النتيجة 1-1؟ هي أكيد نادي كاظم، يعني محترامنا حق نادي الساحل ما نتعادل معهم، يعني نادر ما انا ما اذكر يعني في السابق انه يصير في نتيجه تعادل مع نادي الساحل او نادي صليبيخات، ومع احترامنا لهم يعني نادي كاظم اللي تعادل اليوم، يعني قد يكون المستوى الحين واحد، نادي الساحل ونادي كاظم يمكن يكون مستواهم واحد، وهذا يؤثر على الكره الكويتيه كلها. اذا نادي كاظم يوصل لهذا المستوى يتعادل و13 نقطة، الفريق الأول الحين يمكن 29 نقطة، عبد الله فريقكم 26 نقطة، والله لحقناهم يا معود 26 وصلت 29 يعني فرق وايد نادي كاظم بالمستوى وبالنقاط، يعني سنين وهو متأخر، واتمنى يعني أن نادي كاظم يرجع حق مستواه. نادي السالمية الحين قاعد شوي شوي علشان التطور الكرة الكويتية، يعني ما مو بس القادسية والكويت، العربي يحلو، العربي نفس الشيء، العربي هم بعد يعني المفروض يتطور ويصير الأفضل يعني إن شاء الله. هذا فيما يخص كاظم، علشان قبل أنتقل للقادسية بس نهديها حق عبد العزيز حسن النتيجة. ايش معنى الهاجر؟ ايش معنى؟ ايش معنى عبد الله ترى ابو طلال وهو يبي يسمع؟ لا ايش معنى؟ لا هو يبي، ايش معنى الهاجري؟ ما ادري، هو قال ان شاء الله نهدي الكاس ذاك اليوم. ايه يا ابو كاس الاتحاد، لا كاس الثاني الدوري، كاس العهد، كاس ولي العهد ما وصل ولي العهد، ايش تسوي الدوري؟ هو قال ابو حسن يبيك ابو عبد الله، يبيك ابو عبد الله حبيب عبد العزيز حسن. بعض من المبالغ ابو يوسف اللي جت راح تروح حق لاعبين المحليين ايضا ان شاء الله، وفي حمله راح تكمل الحمله ان شاء الله. انا اليوم مع يعني كذا واحد من الجمهور من ديوان القدساوي، الحمله راح تستمر ان شاء الله بدعم اللاعبين المحليين، لدعم اللاعبين المحليين. جميل، عسى الله يوفق الكل. عبال ما نشوف التقارير، قبل لا نشوف التقارير نرجع نتكلم عن المباراة اللي صار اليوم، الكويت والشباب 3-1. تابعت المباراة اكيد كابتن بدر؟ تابعتها. نعم. اقنعك فريقك الكويت اليوم فيما قدمه؟ لا 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 ما انا ما اقنعني. الكويت صار له اكثر من لعبه ما كان مستوى الصراحه، يعني اداء مو اداء الكويت اللي موسم الاطراف، بس هذا شيء طبيعي يمكن في كره القدم، لا الفريق ممكن ينزل ويهبط طبيعي، بس الكويت يعرف شلون يفوز، يعني بالنهايه لاعبينه خبره الصراحه،
ممكن الشباب كان لعب بشكل زين، لكن الكويت يعرف متى ينهي المباراة، وهذا الفريق الكبير يعني حتى لو ينزل مستواه لكن يبقى عنده لاعبين يعرفون متى ينهون المباريات. يعني الشباب كان ند بالنسبة لكم اليوم؟ كان ند الجيم الأول، كان ند كان ند. نعم كان ند. طلال أنا برأيي أنا شفت لقطات من مباراة الكويت والشباب حتى المباريات السابقة، الكويت كان هابط مستواه في مبارتين ثلاث مباريات، وسبب برأيي أنا فقده حق لاعبين اثنين مهمين اللي هو فهد عوض وشريدة شريدة، هذول اللي سووا التوازن. اليوم بدل فهد عوض جراح لا تيجي صار باك يسار، أحدثوا التوازن في فريق نادي الكويت. الآن نادي الكويت رد عند انتظام دفاعي بالوسط يفكر بالهجوم الحين. بس أنت تشوف أن غياب فهد عوض وشريدة شريدة، فهد عوض وشريدة شريدة وحقه المدرب، المدرب يعني مع احترامي له ما قدر يسكر الثغرات هذه إلا بوجود هاللاعبين الاثنين. بطلال أنت ما تابعت؟ ما شفت والله، ما تابعت المباراة، لعبوا بنفسه. لكن الكويت تشوف تصاعدي المستوى تراجع شيء؟ والله شوف خليك مباراة اليوم يعني قاعد يقول الكابتن اللي بدر. قال له كابتن بدر كلام صحيح واقعي 100%. نادي الكويت أو فريق نادي الكويت مو مستوى اللي هو أنهى فيه المستوى الموسم الماضي، لكن النقطة اللي هي الأهم اللي قالها أخوي بناصر، الكويت يعرف يفوز، فريق عنده خبرة، عنده شخصية البطل، عنده يعني روح الفوز موجودة عند اللاعبين كلهم، ما يرضون إلا بنتيجة الفوز. لذلك تشوفه في بعض الأحيان الكويت مستوى هابط لكن يأخذ النتيجة ومو بصعوبة، ياخذها يعني نقول صعبه لكن مو بديش الصعوبه اللي ممكن يعني اقل مجهود يعني اقل مجهود ياخذ نتيجه يعني. وهذا الاهم في المرحله الحاليه. انا من خذ النقاط، خذ النقاط الحين انت لا الحينك بالقسم الاول باقي ثلاث لعبات على القسم الاول على وينتهي القسم الاول، فاذا يعني مو في تعويض، لكن انت الان قاعد تجمع اكبر عدد من النقط، لان بالنهايه اللي يحصل اكبر عدد من النقط هو اللي راح ياخذ البطوله. انا بقول بس كابتن ناصر بس لما يقول نادي من الكويت تأثر مو قادرين يجيب بديل الشريدة وفهد عوض، هذا الكويت صراحة إذا الكلام هذا صحيح أنا أعتبره يعني عندهم شغل من زمان اللي عارفه وعندهم قاعدة. هل يعقل ما في باكي يسار من اللاعبين الصغار الصاعدين مثلا؟ هذا الحكي هني مفروض نادي الكويت حتى لو يستعين بالانتقالات الشتوية هذه إذا في مجال الانتقال لازم يسكر الثغرة. الكويت عنده بدلاء بالعكس والله عارفه لا يعني عارفه الكويت يعني عنده لاعبين عنده نفس الكلام مثلا على كلام ناصر يعني انت تأيد او شيء كابتن الكلام اللي قال الكابتن ناصر ان غياب فهد عوض وشريده شريده هو اللي ممكن مسوي دروب المفروض يعني المفروض ان اي فريق ما يأثر عليه لاعب لاعبين داخل الملعب المفروض يعني وخاصه نادي الكويت نادي الكويت عنده المراحل السنيه وغواه حتى بالرديف ما شاء الله يعني فريق قوي يعني بس انا قلت لك هذا كرة قدم موسم كامل يعني نادر الفريق يستمر بقوته يعني تيجي لعبات ينزل يهبط لاعبين المميزين ثلاثة أربعة اللي هم كثير روجيري وأنا ما أشوفه مستوى الصراحة يعني مو مستوى روجيري اللي نعرفه يعني دائما حتى اللي جابوه من الجهرة ما كان موفق يعني فينيسيوس إيه ما كان موفق في لعبات طافت. وقفنا عند روجيريو كابتن بدر، ليش أنت تشوف يعني وايد ناس قاعد يقولون هالكلام، ليش روجيريو مو نفس مستوى اللي كنا نعرفه خصوصا بعد رحلة الاحتراف السعودية ومن بعد ما رجع مو نفس روجيريو اللي احنا نعرفه؟ والله يوم رجع من السعودية المملكة العربية السعودية أدى زين بالكويت يعني بالعكس أنا شفته أول ما وصل أدى، بس اللاعب بعض المرات تشبع الصراحة ما في عنده يعني طموحه وصل كاس الأسيوي ثلاث مرات هو يبي شيء يستفز اللاعب دائما كذي يبي شيء يستفز لما يشوف شيء يعني جديد بطولة قوية أكبر لاعبين قدامه يأدي أكثر هذا اللاعب المميز يعني يعني في أشياء محترف بدر قاعد يأخذ مقابلة فلوس يعني كان بشر هو يعني يبقى بشر أوكي يعني بس أنا أقصد شنو يعني أنت لما تقول إذا ما في بطولات خارجية برا خلاص ما في هذا قدرنا ما عندك بطولات خارجية عدل المحلية على الأقل المحلية إيه بس روجيريو كان بدر هو كم سنة بالكويت 10 سنوات صح إيه أنا أتوقع برأي صج يمكن تشبع إيه شغلة ثانية روجيريو لاعب فنان إيه نعم إيه فنان إذا ما في جمهور خلاص يعني صار له كم سنة كابتن يمكن كابتن إني هو أسأل عن الجمهور لاعب فنان إذا بيسمع صوت الجمهور كابتن أحمد كلامه صح والله هنا يجي خمسة عشر والمفروض إنه يعطي بس كرة قدم بعض مرات البشر يعني تشبع تشبع يعني بي حق خيطان القادسية. لكن أخوي نواف يقول كاظمة قبل موسم وعبد الله قبل موسم هبط للدرجة الأولى قبل يسوون الدمج
شنو الاستغراب انه يتعادل مع الساحل؟ يقول لك انت يمكن مو متابع في السنوات الاخيره كانت ابو عبد الله. نعم. انت هو اللي يقصده نواف يقول لك انك انت شلون تقول كاظمه ما يتعادل مع الساحل وكاظمه قبل موسم او موسمين كان طايح درجه اولى؟ هو هذا مستوى يعني قاعد ينزل مستوى كاظمه، لكن الحين مباريات الثنتين الثلاث اللي طافوا كان مستوى جيد يعني صح. نادي كاظمه مستوى جيد، انا استغربته تعادلهم مع اذا يبون مراكز متقدمه ما يخسرون هالنقاط هذه ضد الفرق. ابو عبد الله ترى الساحل على ملعبه يعني مطول زين على ملعبه، خاصه على ملعبه يمكن سلمان يشارك فريق زين الساحل يعني اعمار صغيره ما شاء الله ما يوقفون خاصه بالنص عنده ثلاثه اربعه تبارك الرحمن يعني هو نادي كاظمه انا اشوفه يعني الحين تطور شويه يعني في يعني رده الروح شويه يعني بالفريق قاعد يلعب مستوى افضل. انتوا اشدتوا بالساحل ان عنده لاعبين صغار؟ خلنا نكمل انا بس ابو طلال ان انا اتوقع انا ان ثامر الهاجري هو من عمل هذه طفره شويه في الفريق. ثامر الهاجري نعم عمل اداري. انت تشوفه كذي؟ نعم عمل اداري. انتوا الحين اشدتوا في الساحل قبل شوي ونشيد بكاظمه. لا انا اقصد الساحل عنده مجموعه لاعبين صغار مثل ما قال ابو يوسف. اي نعم. ولاعبين قاعد يادون وقاعد يعدونهم اعتقد يمكن اداره الساحل قاعد تعدهم للمواسم. لان عندي عبد الرحمن العتيبي مدرب فريق الساحل. عبد الرحمن انا سعيد فيك وبسمع صوتك، يبدو ان في شيء استفزك علشان نتشرف بسماع صوتك، المكان مكانك ويحياك الله وبرك ساعتي عبد الرحمن. الو السلام عليكم. هلا يا كابتن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مساك الله بالخير ابو طلال. بالنور والرضا والعافيه حبيبي. يعطيك العافيه وعلى برنامجك الطيب هذا. يزيدك عافيه بعد راسي. يمكن اول مره اكلمك هذه الساعه المباركه يا كابتن. عزيز وغالي. اول شيء قلت لك ولا هارد لك اليوم واحد واحد؟ لا الحمد لله رب العالمين، ابارك لنادي السالميه وابارك لنادي الغادسيه واقول هارد لك نادي العربي. والكويت بعد. انا بس واحب احيي. والكويت قول لهم قلت لك كابتن. مهندس خط الوسط صراحه ناصر الغانم صراحه حبيبنا ونعتز فيه صراحه ومن الغيبه من زمان يعني ما شفناه، لكن انا اليوم استغرب من كابتن ناصر الغانم يعني يقول ان تعادلنا مع 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 الساحل شيء غريب، يعني هذا ما في تطوير للكره الكويتيه، هذا مستحيل الكلام هذا. يا ناصر الغانم انا بس ودي ارد عليك كلمتين. الله يرحم والديك، انت في 86 او 85 فازوا عليكم الفحيل 3-0 وكانت انت موجود وحمود فليطح ويوسف السويد، فهذه مو غريبه، هذه كره القدم تعطيها تعطيك، تلعب بجد واجتهاد راح تحصل المستوى الطيب. هذا اللي حبيت ارد عليك يا ناصر الغانم. بالعكس اي بس مو موسم كامل، مو موسم كامل ولا موسمين، تطور نادي الشباب هذا منصات الكره الكويتيه، فهذا شيء طيب. الساحل يمكن قبل 4 مواسم ما كان ذاك المستوى، السنه هذه الحمد لله في تطور. هذا اللي حبيت يعني بس اوضحها لك يا كابتن ناصر، ترى اللي كان مسجل الهدف اول شيء كان كاظمه، وحنا اللي حولنا التعادل يعني، وكان ممكن ان اليوم حتى ننهي المباراه لصالحنا. عبد الرحمن هذا اللي حبيت اوضحه. خل ازيدك شغله وانا اخوك انا متشرف بسمع صوتك. خل ازيدك شغله. طول لي عمرك. مشكور كابتن عبد الرحمن. شوفوا عبد الله يعني هذا الجدول قدامي. مشكور كابتن عبد الرحمن العتيبي مدرب فريق الساحل. مشكور يا كابتن عبد الرحمن. مشكور يا كابتن. ترى كاظمه الخامس 13 نقطه، الساحل السادس ب 12 نقطه، 13-12 يعني ترى بينك وبين الساحل تطوروا وهذيل الفرق يعني. بس هو منزعج من جزئيه ان تقول تعادلنا معاهم هذا خساره. لا انا قصدي نادي كاظمه كان مستواه حتى لو يقول احنا خسرنا، احنا نخسر ليش ما نخسر؟ نخسر من فاحيل 3-0، لكن موسم كامل ولا موسمين يعني انت متصدر انت تخسر مباراة واحدة يحتاجها الفريق. هو فسر ان فريق الساحل ان انت كان الله يرحم والديك كانك انت قللت من قيمة الساحل، ما كانك انت قاعد تلوم فريقك كاظمة. هو كذي فسر الكابتن عبد الرحمن. لا فريق كاظمة الحين بالعكس، الساحل ونادي خيطان عندك وتطوروا افضل من نادي كاظمة، صاروا مستواهم افضل من نادي كاظمة، بس يحتاجون الى شوية يعني تهيئة حق البطولات الجاية، تهيئهم انهم يدشون جو بطولات. نادي الساحل نادي خيطان فرق زينه مستواهم زين، بس يحتاجون شويه تطوير. خيطان اروح لك ابو يوسف. خيطان والقادسيه، خيطان على اللي قدمه في كاس الملاهد
المفروض يعني الواحد كان ياخذ الحذر، لكن خيطان اليوم نقولها بصراحه مو هذا خيطان اللي شفناه بكاس سمو العهد. ممكن فرق هذه مثلا في بطولات الكاس تقدم افضل من ما تقدمه في الدوري، لكن اليوم القادسيه رغم الغيابات ورغم الاصابات وابتعاد المحترفين لكن قدم مستوى رائع امانه، حتى الارضيه اللي هي مو صالحه للعب لكن قدم القادسيه شيء رائع اليوم. شوف بطلب احنا انت بالدوري نسم طويل صح، اهم شيء تاخذ 3 نقاط، راح تجيك فرق تسكر طول 90 دقيقة زين، ما تكون بيومك، مهاجمينك ما يقولون، يدش عليك جول بداية المباراة كرة طايشة. أهم شيء أنت 3 نقاط تواصل الصدارة، خاصة أنا أكلمك عن 3 فرق أو 4 فرق، خاصة السالمية يلاحقك، الكويت يلاحقك، فأنت تبي 3 نقاط جاوية بلاوية تاخذها. الحمد لله اليوم أداء طيب، يعني اللاعبين أدوا أداء قدموا طيب. المستوى اللي عليهم يعني أداء ونتيجة الحمد لله يعني، واللي قوله يعني الحمد لله. يمكن البديل لسعود المجمد عجب يعني ما توفق اليوم، يمكن 6-5 كور ما توفق داخل الصندوق على قولتهم، ما توفق فيها، ومثل ما قلت لك ما هو بيومه، لكن سعود المجمد يمكن ثاني لمسة ما شاء الله حط جول. أحمد الضفيري اليوم ما شاء الله مستوى يعني راغي، وهو راغي، ومن برنامجك ندعي حق والدته بالشفاء العاجل آمين رب العالمين. يعني الحمد لله تنوع في الهجمات، في طرق اللعب، كرة طويلة مرات كرة قصيرة على حسب الفريق اللي ضدك. أنا واحد ما توقعت خيطان يعني يلعب معنا اليوم بهالطريقة، يعني خليك تستلم وتلعب وتتحرك عكس الفرق الثانية اللي تسكر عليك، ما عدا الكويت العربي، من الكويت والعربي السالمية كاظم، حتى كاظم يسكر ترى ويلعب عليك على المرتدات، بس اليوم خيطان مخليه معطيك أريحية كنت تلعب. ترى في نقطة، في ترى خيطان اليوم ناقص 7 لاعبين، هذه إيقافات ولي العهد، الإنذارات اللي كانت اللي ترحلت ترحل الدوري، عشان كذي اليوم 7 لاعبين من فريق خيطان الأساسي ما شارك. ما أنا بخصم حقهم بس مثل ما قال لك، مثل ما قال أخوي يوسف أداء ونتيجة. ممكن يعني إحنا ما نبخص خيطان حقه، ممكن اللاعبين السبعة يعني 7 لاعبين على فريق. البعض قاعد يسأل، يعني برجعك على جزئية كاظمة، يقولون البعض كاظمة بالنسبة له فوز على القادسية أو إيقاف القادسية بطولة. أنت كإداري أو مدير الكرة في فريق القادسية تشعر بهالشيء هذا؟ ملقوم هذا الصح. أنا أنقل لك وجهة النظر، أنا يمكن ما أتفق معه لكن أنا الكل يعني أنت شفت المباراة ذاك اليوم، شفت مباراة كأس ولي العهد، هذه من دروس كرة القدم، أن أنت متقدم للدقيقة 93 10 ثواني يحطون عليك التعادل، تنقلب عليك النتيجة وتطلع من البطولة. كلها دروس تعلمها. جينا لعبة الدوري الكل شاف، ما نتكلم عن الحكام، الكل شاف يعني هم القادسية كان مسيطر وكاظمة من بلنتي تعادل وياك وروح عليك نقطتين، بس هذا رأي الجمهور وهذا واقع. يعني أنا أقول لك إياها واقع، أنت شوف لعبات كاظمة ضد القادسية وانت حكم. في أحد مؤيد هذا الكلام ولا متحفظين الربع؟ وهم ما نبخصهم حقهم، يعني كاظمة فريق كبير وفريق عنده لاعبين وعنده مدرب وعنده محترفين بطلال، لكن هذا مباريات القادسية وكاظمة من زمان، يعني مو من الحين، يمكن من أيام أبو عبد الله وقبل، تحدي إيه فيها يعني كاظمة كانوا ند حق القادسية ويفوزون على القادسية، مع القادسية أي أنا أتكلم أبو عبد الله الثمانينات، قبل الثمانينات كانت من أحلى المباريات اللي تشوفها مباريات القادسية وكاظمة. وبعدين ترى في شغلة بالنسبة لفريق كاظمة، فريق كاظمة ترى يعني كان بدايته أسوأ بداية له يمكن من تأسس النادي، يعني خسارتين في الدوري وبنتائج كبيرة، وقدر إنه يعود يأخذ بطولة ويتأهل للدور الثمانية بالدور الأربعة بكأس ولي العهد. هذا يعطيك انطباع بوقت قصير، ترى بوقت قصير، أنا قلت لك بداية سيئة جدا، يعني ما في أي نادي أو أي مدرب يتمنى هالبداية هذه، ومع ذلك قدر انه يعود بوقت قياسي وبدا، يعني اقول لك اكثر فريق متطور خلال الشهر اللي طاف كاظم. هذا اللي انا استغربته على النتيجه، التعادل مع الساحل، يعني فريق مو مستقر، فريق يعني يلعب مباراه زين ومباراه ترى ابو عبد الله، انا اقول لك يمكن كاظم طبعا من الفرق اللي اقول لك اكثر فرق متطوره عن اللي انا قاعد اشوف،
لكن يمكن خروج خروجه من كاس ولي العهد يمكن اثر عليه في بغض النظر من اللي كان يباري سواء الساحل او القادسيه او الكويت او السالمي، شيء طبيعي انه يكون اثر سلبي على الفريق. انا بقول كلمه تفضل الحين كلام عبد الله مساء قالها، ما انا بقول حكام، انا مو بس كلام عبد الله الحين المشكله القادسيه العربي الكويت يمكن كاظمه يمكن السالميه، اذا الفرق هذه الكبيره هي اللي قاعده تشتكي من الحكام هذه ترى ما صراحه ما يصير شكل الحكام ما يصير. انا بقول صراحه لا لا مو عنك ما عنك ذكرتني هو ذكرك ذكرني جزاه الله خير. احنا نقول التحكيم جزء من المنظومه، يعني هذا حكم في جزء من الثانيه بياخذ خطا، اذا انت الكبير والنادي الكبير وانت اللي تقود الرياضه وكل الانديه القادسيه العربي نتكلم الكويت السالميه انت اللي تشتكي، يعني قبل احنا ايامنا كنا الصغار مشتكون الحين اذا الكبير يشتكي انا ما اشتكي انت مفروض ما انا ما اتكلم على القادسيه عفوا انا ما اتكلم ما اتكلم على انا ما اشتكيت لا لا ابو عبد انا ما اقصدك انا لاحظت شغله حتى في مباراه اليوم العربي السالميه والجمهور عصب وعلي غرار وبعض اللاعبين ينرفز يا اخي مباراه انت نفسك العب نفس ما الحكم قاعد يلعب، الحكم قاعد يلعب مباراه نفسك يا بيصير نجم قاعد يأدي انت اد ما لا انسى الحكم يا اخي زين بس ما لك والحكم لك وعليك ابي رايك قول البلنتي اللي صار علينا اي انت كامل. شفت الحلقه ذيك اليوم اقسم بالله ما شفت البلنتي لا زين انت الحين البلنتي اللي حطه علينا مرات كامله اي اي زين اللي اليوم الكويت والشباب انا ما شفت مباراه الكويت انا اتكلم عن ذيك اليوم في نقطه قولكم اللي قلنا احنا اوف سايد اللي قلت لك واحد دزني شفت اللقطه احنا تكلمنا على قانون ولا اني مدافع عن يوسف اللي حسب الاوف سايد مساعد الحكم اليوسف مجبر حسب القانون ابى اقول شغله حق يا بعد حي انا ما كلمت ابعيد لك شغله انا قاعد اكلمك عن البلنتي خلي البلنتي خلي البلنتي انا ابى اقول لك على القانون اليوم لعبه الشباب والكويت حط اللقطة وانا اتكلم انا ما اتكلم بشوف اللقطة بشوف هذا يحطونها إيه؟ يعني مو بطير انا بقول ما يخالف ابو فراشة إيه يخطئ الحكم يخطئ نفس ما يخطئ لاعبك إيه يخطئ انت اخطالك الحكم مرات حط لك بلنتي مو بلنتي وين كل الفرق وين هذا متى صارت الحكم لك وعليك متى صارت يا ما صارت متى حطونا بلنتيات كل الفرق مو لك انت كل لا الفرق لا انا حاجتك القادسية متى حط لي بلنتي مو بلنتي انا اقول لك اسمع كل الفرق لا بس استفادت وانضرت بنفس الوقت الحكم نفسك جاي بيفوز انت تبي تفوز الحكم يفوز كل يبي يفكر بالفوز لا مصلحه ولا لا شيء ولا ابو خالد انا واحد من الناس نطور. ما تكلم الغاتسيه والكويت والعربي تشتكي ما تكلم عن الحكام لكن شيء شوفه واضح خلي يحطون لعبه الكويت والشباب الكره اللي طقها ناس ايش اسمه ولد صانع سامي الصانع زين وشوف بلنتينا اللي حطه يوسف ثاني مي خالف احنا بنتكلم على حاله اخذ نفس على طول سوى اختار زين هذه شوفها حتى الحين ابو عابد حتى الامم المتحده دق وقال هذا بلنتي ابو عابد انت تشوف مباراه الدوري الاسباني الانجليزي ما في اخطاء انجليزي ما في اخطاء في كوارث يدز اللاعب انا شايف المهاجم يدز المدافع ويروح يحطها جول وهذا نادي دافع يمكن نص مليار نحط هالنقط على الحروف ونشوف بعض اللقطات خلينا نشوف التقرير اللي يلخص لنا المباريات الأربع اللي حدثت اليوم مع ختام الجولة العاشرة التقرير يلخص لنا اللقاءات الأربعة نشوف التقرير ومن بعد نفتح ملف مباراة السالمية والعربي علشان نعطي سلمان عوض حقه اللي مستانس وفاز على العربي 3-1 بعد هذا التقرير 7 دقائق نشوفه من جديد الجولة العاشرة من دوري فيفا استضاف القادسية المتصدر خيطان صاحب المركز التاسع في لقاء يطمح فيه القادسية لخطف النقاط الثلاث والاستمرار بالصدارة وإسعاد جماهيره الوفية التي وقفت معه في ظروفه المادية الصعبة. اللقاء بدأ ومنذ البداية فرض الأصفر أفضليته حتى أتت عرضية ضاري سعيد التي وصلت إلى صالح الشيخ الذي سدد بقوة لتهز كرته شباك خيطان مسجلا الهدف الأول. لأن وضع اللاعبين صح صالح الشيخ يسجل بداية الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمصلحة القادسية بعد عرقلة المشعان داخل المنطقة المحرمة لينفذ عزيز المشعان هذه الركلة وينجح الحارس أحمد عبد الحميد بالتصدي لها.
استطاع المشعان أن يحضر كرة بكعب الرجل لأحمد الظفيري الذي أرسل كرة أرضية زاحفة في الزاوية المعاكسة للحارس لتأخذ الكرة طريقها إلى الشباك للمرة الثانية. كاد فيصل عجب أن يسجل الثالث الأهداف من هذه الكرة التي وقف لها القائم. الهدف الثالث يأتي بأقدام البديل سعود المجمد بعد عرضية متقنة من ظهر سعيد. الهدف الثالث تبعه هدف الرابع من ركلة جزاء بعد عرقلة المشعان أيضا، تكفل المشعان بتنفيذها لينجح هذه المرة بالتسجيل ولينتهي بعدها اللقاء برباعية نظيفة لصالح القادسية. يمكن اختلف معاك، بالعكس احنا من بداية المباراة وصلنا الجول، كنا ضاغطين وأدينا الحمد لله رب العالمين، وكنت الجول يا شوي متأخر بس كان الفريق قاعد يوصل، دام الفريق قاعد يوصل يعني ماكو خوف على الفريق. كنا ماشيين صح، لكن الهدف كان أثر علينا سلبيا واللياقة ما ساعدتنا. ليش ما ساعدتكم اللياقة؟ عندنا نقص بالفريق، أغلب اللي اليوم لعبوا يعني مو لاعبين أساسيين، من زمان مو لاعبين يعني المباراة، إيه فهذا الشيء يمكن أثر علينا. التقى الساحل ضيفه كاظمة في أبو حليفة. شوط المباراة الأول جاء كالمتوقع، مبادرة من الضيوف في الوصول لمرمى الأصفر في محاولة لهز شباك سعد العنزي. استمرت المحاولات البرتغالية ولكن دون تسجيل لأي من الفريقين لينتهي الشوط الأول بدون أهداف. شوط المدربين بدأ أيضا بضغط من أبناء العدالية حتى احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء انبرى لها باتريك فابيانو وسجل هدف كاظمة الأول، ليعود الأصفر ويسجل هدف التعديل من ركلة جزاء أيضا لتستمر هذه النتيجة حتى نهاية اللقاء ليخرج الفريقين بنقطة واحدة لكل منهما. شوف أنا شوف النتيجة عادلة، ولو أنه كان في لو في شوية ضغطنا جيم ثاني أكثر ركزنا شوية بعد كنا نقدر نصيد الجول الثاني، عرفت؟ الأرضية علينا وعليها، الأرضية على كاظمة علينا، ما في إذاعة وقت. احنا كنا نلعب نبي نفوز، احنا نلعب على على ملعبنا ومباراة نبيها، نقط مباراة مهمة هذه، ثلاثة نقط لنا تزيدنا في الترتيب، نزيد نصعد أكثر في الترتيب، ما في إذاعة وقت. هذه مباراة في لاعبين يتعورون عادي، إنه في لاعب يبي يدش دكتور عادي، هذا علينا وعليهم، حتى هم بعد عندهم لاعبين مصابين. أول شيء بسم الله الرحيم، أول شيء الحمد لله على كل حال. ممكن الشوط الأول لعبنا بس ما كان في فرص، ممكن الملعب في الفريقين كل شوف ملعب يمكن ما حسابات تصير حتى الكنترول ما تقدر تستمر انت، بس الحمد لله هذه لعب كويس سوينا، لعبنا ادينا بس والله وفقنا، يمكن بلنتي لهم بلنتيين صحيح لكن توفق فيهم، ونقول الحمد لله على كل حال تعادل احسن من ولا شيء، ونقول مبروك حق نادي الساحل، يمكن ادى لعب حلو واداء رجولي يستاهلون النقطه صراحه. من الأحمدي وبهذه اللافتة الجميلة انطلقت مباراة الكويت والشباب. لم تمضي سوى ربع ساعة من عمر اللقاء حتى تحصل الضيوف على ركلة جزاء بعد عرقلة هادي خميس نفذها شادي الهمامي بنجاح، مسجلا أول أهداف الكويت. ومن منطقة الشباب إلى منطقة الكويت، إبراهيم العازمي أرسل عرضية لمست يد جراح العتيجي ليحتسب يوسف لثويني ركلة جزاء للشباب. فشل الإيفواري أبو كوني في تسجيلها. أحمد يونس تلاعب بدفاع الكويت ليمرر لأبو كوني، لكن الدفاع الأبيض أنقذ الموقف. كوني نجح بالتسجيل أخيرا، لكن الهدف في مرمى فريقه بمتابعته الركلة الثابتة التي نفذها حسين حاكم. الشوط الثاني كانت مع هادي خميس الذي يعرف جيدا فريقه السابق الشباب. تمريرة رائعة من شريدة الشريدة استقبلها هادي خميس ليسجل الهدف الثالث للكويت. حاول أصحاب الأرض تقليص النتيجة على أقل تقدير، وبعد محاولات أدركوا هدف التقليص بقدم محمد زنيفر. محاولات هنا وهناك في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء قبل أن يطلق يوسف لثويني صافرة النهاية. لا ما نحن ما قاعد نقدم مستوى، وكذلك قاعد نراجع نفسنا في نفس الوقت اللي ما قاعد نقدم فيه، يعني انا اعتقد ان الحظ الان خادم للامانه، يعني قاعد نفوز وقاعد ناخذ ثلاث نقاط، خاصه في بطوله الدوري نحتاج ان نحصل فيها النقاط. احنا يعني عارفين ان احنا مو في مستوانا، وعارفين كذلك ان محتاجين نرجع لمستوانا،
لذلك احنا يعني ولله الحمد مع الجهاز الفني والاداري قاعد نبذل جهد كبير في من خلال التمارين وكذلك ان نرجع للمباريات. خسرنا المباراه هذه وما استغلينا الفرص يعني اللي جت لنا يعني فالنتي وما استغلناها. يعني لما كان مقولين 1-0 فالنتي بنفس الشيء لو مقولين الجول الفالنتي كان تغيرت مجريات المباراه من بدايه الشوط لبدايه الشوط الثاني يعني. فهم استغلوا الفرص اخطاء جت علينا عكسيه جوال قاعده تدش مو اول مباراه اكثر من مباراه هم اغلاط ان شاء الله يعني قاعد نحاول احنا نصلح الغلطات هذه. لا شيء تغير بعد هذه الجولة بالنسبة لفرق الصدارة، القادسية في المقدمة والكويت في الوساطة. في المنطقة العاشرة الساحل فجر مفاجأة أمام كاظمة، والقادسية يواصل الصدارة على حساب خيطان والكويت يستمر في ملاحقته. عبدالله نصاري مستاذ نادي الشباب لبرنامج الديوانية. مشكور لعبد الله الانصاري على هذا الجهد المبذول وجميع اخوانك اللي اتموا لنا هذه التقارير. يبقى لنا تقرير العربي والسالميه راح نطلع فيه بعد شوي، لكن بشكل سريع ابو يوسف البعض يسال بدل المطوع في مجال انه يلتحق مع الفريق في اللعبه القادمه اعتقد مع الكويت؟ يلا هو الجمهور يقول يلا ان شاء الله. والله قاعد نحاول لان تعرف انت دوره عسكريه لازم تكلم الامر مال لا اجازه ما في اجازه راس والله لعبه الكويت يعني ايه؟ والله عاد لياقته زينه ما شاء الله بالمباراه بين بالمباراه هذه مال المنتخب مستوى صار احسن من التمرين. انت تقول تقول حق بعد تقول حق الجمهور قد سوينا في الحين مباحثات او في مراسلات اتصالاتنا ان شاء الله انه يعني يطلع الاربعاء. المشكله الطيران يعني يوصل الكويت 1:30 2 الظهر والمباراه 7:30 يوم الخميس يكافي هذا خاصه ابو يوسف بعد لندن كلها ساعتين بس تستاهل. على طار الحكام عشان في حالات تحكيميه بشكل سريع عشان نقدر نشوف مباراه العربي والسالميه وتقريرهم ومع الكباتن. انور باعث يقول على طار التحكيم يقول ترى مبارك شعيب حسب لكم بلنتي في كاس ولي العهد تقول انا ما يحسبوا لي انا بالدوري قاعد اتكلم احنا موضوعنا الدوري الجوله العاشره خلاص انور خلاص ياك الرد انور من ابو يوسف ان يحكي عن الدوري خليك من الكؤوس. اعطونا اول حاله عاد الباجيه ما حسب لنا ما حسب انا اعترفت انا اول وحيد اعترف مات اليوم مات اليوم لا والله ذاك اليوم قرر واعترف فيها لا من زمان اعترف. زين اعطوني الحاله هذه كابتن ماشي عبال ما تجهز الحاله. في حاله اليوم ايضا صارت في لقاء القادسيه وخيطان حسب ركلتين جزاء واحده ضيعها المشعان والثاني سددها المشعان اصرنا يشوتها المشعان مع ان الثاني ما كانت مفروض هو يشوتها. والله شوف ابو طلال المدرب اول شيء قال حق الانصاري هي الاولى ولا الثانيه؟ الثانيه الثانيه الاولى ضيعها اي الثانيه قال حق الانصاري ففهد الانصاري قال حق عزيز انت شوتها ويابها اشر حق المدرب انه خلى هو يشوتها على اساس انه اللي ضيعها يعوض ك معنوية تعويض. ولك بلنتي ولا مالك بلنتي مو محسوب اليوم؟ اي ما ادري ما تدري هو حسن زين حط لنا اثنين اليوم بس زين عطنا اربعه بعد ايش تبي؟ شوفها يا ابو خالد شوفها يا ابو خالد والكباتن عشان ناخذ رايك شوف الحاله عطنيها عاد لو سمحت. هاي مباراه القادسيه مع فريق شوف حاول شوفها هذه حرام ما دشه القادسيه خيطان في واحده مالت الانصار اللي على الطاير هني لمست يد اللاعب ابو خالد داخل المنطقه. شوف ترى خلي يقرب الكاميرا احنا بعيده علينا بتلفزيونكم تقربونا انا والله متفق وياك ان صراحه الشاشه صراحه بعيده انا متفق وياك لكن ها بالاعاده شوفها ما عليه زرقاء اليمامه هني واضحه ايه هذه ضربه جزاء هذه ضربه شفتها شفتها انا شايفها اللي طق بيده ايه شوفها هني كابتن ايه نزلها حق اللاعب القادسيه شوف هني الكابتن اي طاقه بيده رايح لها هو بعد رايح لها ها رايح لها اي لا 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 كومنت ها الحاله واضحه هذه الحاله ركله جزاء ولا مش ركله لا لا ركله جزاء مو هني الكره راحت لايد اللاعب ولا اليد بحثت عن الكره وانا عم لها كذي
والله دممتونا بالقانون هذا، راحت الايد الى اليد رجعت. اي هذا القانون. اي هذا القانون والله. القانون القانون ركله جزاء. اي ركله جزاء هذه الحاله. كيف تبدر تشوفها يعني ركله جزاء حكم واضحه واضحه هو راح له هو نزل جسمه عند الكره يعني واضحه. كابتن ناصر بلنتي كل حكم اللي يشوفه هذا اللي شفته بلنتي تو هذه بلنتي. انا بقول شغله ترى الحكم اي عنده بالفيفا قانون اللي القرار اللي خذاه بالمباراه هو صح، حتى لو تجي انت بالشريط الحين وتطلع هي بلنتي وما حط بلنتي عنده مو قراره صح. اوكي سلمان بطلال بلنتي واضح بلنتي هذا بلنتي واضح. كابتن احمد اللقطه اللي شفتها بلنتي بلنتي وكابتن بدر قال بلنتي. ابو يوسف اكيد بتقول بلنتي ما قلت شيء. لا ابو يوسف بتقول بتقول اهم شيء ثلاث نقاط بس ما هو الاحتجاج على البلنتي ولا على 4-0 بلنتي شيل بلنتي 3-0 هذا ما نحسب. لا ما نحسب هذا مو محسوبه هذا ما نحسب هذا ما نحسب هذا ما نحسب. قاعد اتكلم مو بلنتي مو بلنتي ما نحسب. ما عندي بلنتي. اعطوني الحاله الثانيه من مباراه الكويت والشباب. هذه الحاله اللي يعني الشباب دربيل عطني كان المفروض لهم ركله جزاء. خلينا نشوف اللقطه هذه حق الشباب حق الشباب. شوفوا اللقطه هذه يا كابتن. هذا خوش لاعب ما شاء الله. الملعب ايضا عجيب بالاعب الشباب يونس. شوف الكابتن هنا في رفعه شوفه راح تبين بالاعاده راح تبين بالاعاده. اعتقد ان سامي الصانع هو اللي رفعها. شوف 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 يا كابتن هذه الحاله ايضا الاخرى من مباراه الكويت والشباب. شوف بعد في اوضح من هذه. يا شوف يا كابتن في اوضح منها بعد الحين طقت له اثنين مو واحد. في لقطة ثانية عادل إذا في لقطة ثانية ريت نشوفها. هذه ما حطها بلنتي. هذه هذه اللقطة اللي موجودة حاليا ما حطها بلنتي. خل عيدة خل عيدة ناس على الوضع درابين وجه علينا تكفى عيدة عيدوها حق ابو خالد. والله ما ادري شوف كذي احمد يونس. لا زين اخر راي كابتن بدر بدر بلنتي ولا مو بلنتي؟ هذا اقرب لك هذا ابو خالد ما في مجال واحد واحد اقرب. خلينا نشوف الراي. شوف هني شوف يا كابتن ما في واحدة قريبة خلي قرب شوف عميان شو تسوي والله يا أخوك كان الجمهور عميان. لا شوف يا كابتن لا بلنتي. زين رد لنا يا كابتن رد لنا يا كابتن رد لنا يا عادل. عطني محمد باجية أبو خالد هذه الحالة ركلة جزاء؟ لا ركلة جزاء وفي قرار بعد يطرد اللاعب. ركلة جزاء ويطرد اللاعب؟ إذا أنت ليش حسبت ضربة جزاء؟ كرة رايحة الجول وطقها مدافع شنو القرار الإداري؟ قرار إداري كرت أحمر لأنه منع هدف محقق. إزاي بو طلال بلنتي؟ بلنتي ومثل ما قال أخوي بخاري هذه فيها بلنتي جهراوية منعت البلوك الجهراوي هنا لا لا واضح واضح القانون واضح. إزاي بو عبد الله بلنتي لو الجمهور عمي يشوف. كابتن بدر لا ما في شك بلنتي. نعم بلنتي بلنتي واضح. بو عبد الله بلنتي صار جول شي أبو يوسف أنا اللي قلت لكم الحال. أنا اللي قلت لكم الحال ها؟ اللي قلت لكم الحال. الدور شيء على الكويت. لا 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 أنا على الحكم، أنا كلامي على الحكم. لعبة لعبة البلنت اللي حسبها علينا على طول صفر. اللي حاشة سعود الأنصاري. لو مو منافسكم الكويت كان نفس الحكم. هذه ما صفر عليه. تقرير العربي والسالمية جاهز يا كباتن؟ أعطونا العربي والسالمية. منافسات دوري فيفا لكرة القدم استضاف السالمية المنتشي ببلوغه نهائي مسابقة كأس ولي العهد العربي الذي عادت إليه الروح له ولجماهيره العريضة بعودة الصربي بونياك في أول ظهور له مع الأخضر. شوط أول بدأت المباراة بندية من كلا الفريقين فالسماوي يطيح بفرصة انفراد بعد وقوع حمد العنزي في مواجهة المرمى والأخضر يرد بهجمة منظمة بين الخطيب والموسوي أطاح بها عيسى وليد فوق المرمى. وفي الدقيقة 22 بدر السمات يباغت سلمان عبد الغفور بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت في وسط المرمى معلنة عن تقدم السالمية في الشوط الأول. الأخضر دخل الشوط الثاني باحثا عن التعديل إلا أن حمد العنزي ضاعف النتيجة في الخمس دقائق الأولى من هذا الشوط بعد تمريرة بدر السماك ليعزز السالمية تقدمه بهدف آخر. بعد الهدف العربي لم ييأس فزج الصربي بونياك بفهد الرشيدي ليضعف الهجوم ومن كرة داخل منطقة جزاء السالمية بين فهد الرشيدي وفهد المجمد يحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء بعد لمس الكرة يد فهد المجمد.
لينبري لتنفيذها في راس الخطيب أمام خالد الرشيدي الذي تمكن من صد ركلة الجزاء. جماهير الأخضر تعبر عن سخطها على حكم اللقاء بإلقاء زجاجات الماء داخل الملعب ليوقف حكم اللقاء اللاعب لمدة 12 دقيقة من أجل سلامة زملائه واللاعبين، ليكمل اللقاء بعد ذلك ليحتسب 12 دقيقة أخرى لإكمال ما ضاع من دقائق في تلك المباراة. وفي الدقائق المحتسبة فيصل العنزي يسجل هدف ثالث بعد دربكة داخل المربع ليدب اليأس في نفوس لاعبين الأخضر، ومع لفظ المباراة لأنفاسها الأخيرة العربي يسجل هدف حفظ ماء الوجه عن طريق حسين الموسوي، لينهي بعد هذا الهدف حكم اللقاء المباراة معلنا فوز السالمية بنتيجة 3-1 للعربي. جديد نرحب فيكم، جود لك للسالمية، هارد لك للعربي. أروح للسالمية مع مساعد المدرب سلمان عواد. جود لك بطلال. مشكور. شوف استوى العربي، قريتوهم، بونياك عندهم، أول شيء جمهور حاضر العربي وجمهور الكبير، هارد لك على نتيجة المباراة، هذا أول شيء. شيء ثاني يعني الخسارة هذه ما تقلل أول شيء من النادي العربي، لكن يعني يبقى فريق السالمية فريق كبير، وإحنا نشوف نتائجنا متصاعدة والمستوى قاعد يتصاعد، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنا أعتقد في الفترة الأخيرة يمكن من جاء كابتن بونياك أعتقد أن وسائل التواصل والإعلام شوية ضغط على فريق العربي، وأعتقد أنه كان لحتى المدرب كان له تصريح أن عودتنا للمنافسة عن طريق السالمي، وهذا اللي كنا نشتغل عليه إحنا قبل أسبوع للأمانة نتكلم إن حتى لاعبين جهزناهم حتى نفسياً، يعني نفسياً إن العربي جاي قاعد يتكلمون يعني أو التصريحات بهالطريقة إنه جاي بيرجع المنافسة عن طريق نادي السالمية، لكن هو بيرجع المنافسة، إحنا الحين إحنا بالمنافسة وبصدارة الدوري، لذلك إذا بتحافظون على الصدارة أنتم كلاعبين وإمكانياتهم أنت يعني يمكن الكل شهد لها كل الإعلام وتكلم عن فريق السالمية مستوى اللي قاعد يقدمه، لذلك حتى اللاعبين كلمناهم قلنا لهم بهالطريقة إذا بتثبتوا للناس إن إحنا فريق زين ونكمل بالمنافسة قدم مستواك، قدم مستواك والعب وشلنا عنهم جميع الضغوط. طبعا هذا الكلام مننا من كجهاز فني وأيضا من الجهاز الإداري اللي كان ملازم اللاعبين من نهاية المباراة اللي طافت لمباراة اليوم، الشيخ تركي والشيخ يوسف محمد وأخوي أحمد أيضا العتيبي كانوا ملازمين الفريق ومجهزينه نفسيا لهذه المباراة اللي يعني تعتبر يمكن أول مباراة يحضرها يمكن اليوم جمهور بهالكثافة يمكن، لذلك يعني أنا أعتقد عرفنا نتعامل ويا المباراة واللاعبين عندهم خبرة يأخذون زبدة المباراة، إحنا اللي نقول هي 3 نقاط ونتيجة المباراة، وهذا لله الحمد قدرنا نأخذه. وأقول أيضا الجمهور العربي وفريق النادي العربي هارد لك، وهذه ما تقلل من قيمتكم وخسارتكم، نادي السالمية أيضا نادي كبير ونادي منافس على بطولة الدوري. كل موسم السالمية يخلي اللاعب يلمع، يعني من نايف الزوايد لفيصل اللي بدر السماج قبل لا تسأل صح؟ إلا الحين أنا رأيي بدر السماج بدر بطلع قبل لا تسأل نجم، لكن الموسم لمع قبل لا تسأل. رقم واحد بدر السماج أنا يمكن متكلم عليه من العام، بدر السماج من اللاعبين يعني الإمكانيات العالية جدا، يمكن الكل متابعين ويدرون إمكانيات بدر السماج، اعتقد انه يعني اللاعب هذا ظلم اعلاميا ما برز، وظلم ايضا بعدم ضمه الى منتخب الكويت، اعتقد ما اخذ الفرصه الكافيه، يمكن دائم اللاعبين الوسط ما يكونون مبينين بالاعلام ولا يكونون مبينين بشكل واضح حتى للجمهور والمتابعين، لكن بدر السماج لا يمكن الاستغناء عنه باي فريق باي حال من الاحوال، لا يمكن الاستغناء عن لاعب عنده امكانيات كبيره، اذا قدرت تسخرها صالح الفريق راح تستفيد منه، وهذا اللي حصل يعني خاصة في المباراتين اللي طافت. نتكلم على مباراة كاظمة، بدر السماج هو اللي كان يعني هدف التأهل عن طريقه، اليوم بدر السماج هو اللي فتح يعني فتح حتى المباراة بعد الهدف الأول، لذلك بدر السماج وغير بدر السماج. وأنا بعد أحب أتكلم على نقطة ثانية على اللاعب حمد العنزي، اليوم يمكن حتى بداية صحيح. اللعب ما كانت جيدة حتى في الهجمة الأولى اللي طاح فيها يمكن تعثر الإخوان، يمكن بدر البطيم في مهاجم أحمد عسكر وناصر الغان يدرون شنو يصير فيك لما لاعب بحجم حمد العنزي وإمكانيات حمد العنزي أول هجمة يتعثر، لكن
هني إمكانيات اللاعب إنه يرجع ويعود ويسجل. هذه قيمة حمد العنزي. هذه قيمة حمد العنزي، وأنا من الناس المحظوظين إني أشرفت على هذا اللاعب الكبير اللي إمكانياته الفنية كبيرة وكبيرة جدا داخل وخارج الملعب. أحمد عسكر لاعب كبير ومدرب كبير، أنا مو قاعد أقول هذا الكلام للتسويف الإعلام، لا والله يا أبو عبد الله، ودائما مثل ما قلنا للكابتن ظاهر العدواني قبل فترة، أرجع أقول للكابتن أحمد عسكر، أنا أحترم دائما أحترم دائما اللي المدرب أو الإداري اللي فريقه يخسر وخسارة ممكن تكون قاسية ويلبي الدعوة ويكون معك. أبو عبد الله شيء يحسب لك وما هي غريبة عليك يا أبو عبد الله، لكن ما يخالفون أخوك الحين الجمهور العرباوي يبي يعرف شو سبب هذه الخسارة القاسية للفريق العرباوي، شنو العذر إن كان هناك عذر، وليش اليوم بنياك لعب 3-5-2؟ يعني العربي صار فترة ما لعب 3-5-2 أمام السالمية، تلعب 3-5-2 اليوم؟ بطلال طبعا في البداية بارك حق فريق السالمية، مثل ما بدينا الحلقة يعني السالمية الفريق مبارك لهم ثلاث نقط، فريق أدى وفريق عرف شلون يتعامل مع المباراة، والكل شاف في اللعب السالمية. وطلال شوف يمكن انت لما تقول لي اليوم المدرب لعب 3-5-2 ترى ما يم من البارح قال لهم نبي نلعب 3-5-2 يعني من يا المدرب صار للحين تقريبا اكثر من 10 ايام من بعد مباراتنا مع النصر. وتمرينة كذي كان كل تمريننا على الطريقه اللي بيلعب فيها. يمكن ما يخفى على الجماهير فريق السالمية، يمكن الحين لو أنا بقول حق بطلال كاو قاعد، فريق السالمية محور اللعبة وين؟ نعرف كيت اللي يستلم من الدفاع ويبدي الهجمة، فالطريقة هذه هو كان يبي يحيد كيتا أنه ما يستلم كرة، صار منافس وياه عادل مطر الحين صح؟ إيه عادل مطر ما قطع كلام أخوي، عادل مطر عامل مساعد صار الحين الكيتا انه يبرز حتى زياده هو بدر السمر صحيح، كانوا يعني قريبين يمه فقام يمه، فاحنا كل هالامور هذه بطلال المدرب كان حاط بباله يعني كيتا المدافعين يسلموا اول ما يسلمون كرتهم حق كيتا او عاد المطر، فلازم احنا خمسه بالنص انه يعملون ضغط على لاعبين نادي السالميه، هذا اللي ما يعني لاعبيننا ما سووا بطلال بالطريقه الصحيحه. أيه. يمكن هذا يحتاج وقت هذا يعني عشان تنهضم خاصه الاطراف. إذا أيه. ليش غامر فيها امام السالميه اليوم؟ يعني مباراه عمق زجاجه للفريق العربي. مو انا ايش قاعد اقول لك بطلال؟ هو يعني انا شخص قلت حق السيد بنيان، قلت له كابتن 3-5-2 عبد الله من زمان العربي مو لاعبه. أيه. يعني انا واحد سالته وهو جاوبني هي سبب الخساره. انا يعني ماشي برافو عليك يعني ابو عبد الله، على كلام ابو عبد الله ان هذا سبب الخساره اليوم الخطه يلعب فيها بونيات؟ لا مو ما لا ما عيل شنو 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 سبب الخساره القاسيه؟ انت صريح يا ابو عبد الله. يمكن اللاعبين اليوم ما ادوا المستوى المطلوب، في وايد لاعبين المستوى مو هذا مستواهم، يعني اللاعبين ما كان هذا مستواهم، مو مستواهم الطبيعي. يعني ما نبي نقول الأسامي بس يعني انت شفتوا اللعب مو هذا مثلا اسلوب فلان اللي قاعد يلعب ولا اللاعب الفلاني، يعني بس كطريقة يعني اللاعبين لا والله متعلمين عليها ومتمرنين، صار لنا اكثر من 10 ايام. الهجمات المرتدة ابو عبد الله حق السالمية كشفت المدرب، انا اللي اشوفه 3-5-2 هذه تحتاج حق أطراف طراريد، يعني واحد على اليمين واحد على اليسار رايح راد على طول، هذا اللي ما شفناه. أبو عبد الله أنت تعرف اللي يلعب 3-5-2 يمكن أهم اثنين هذيل اللي إيه هذا ما شفناه بنادي العربي اليوم، يعني أي هجمة مرتدة خطر يعني عليه. قلنا لهم يعني إذا تتعب لا تروح وقف. إيه أوكي أنت هجمت شفت نفسك منت قادر تكمل ارجع مكانك سكر وقف. بس انا اقول لك يمكن بتقول لي اللاعبين مثلا ما استوعبوا الطريقه، انا اقول لك لا اللاعبين مو هم صغار بطلال، اللاعبين صار فتره يلعبون، يعني ممكن انت تقول لاي طريقه لاعبين واصلين اغلبهم لاعبين منتخب، يعني تي تقول لاي طريقه يعني حتى باللعب غير يوم سحب جحيط
البذالي البذالي ردين لعبنا 3-4-3 يعني هم صار في تغيير. هاي كل اللاعبين اللي يقومون بهالشيء بطلال. بس اسال بدر كابتن بدر توني كابتن ابو خالد يعني ما ادري اذا شيء تابعت المباراه ولا جزء نعم تابعت جزء منها كامل تابعتها كامل. امس الكابتن عبد العزيز الهاجري يوم كنا موجودين هني كابتن مع المحللين فخذيت رايهم وتوقعاتهم. ابو حسن قال 3-1 راح يخسر العربي وبونياك لن يضيف شيء للعربي هذا بهذه الفترة لأن محترفين العربي الموسم الماضي هم اللي كانوا شايلينه. ماذا متفق مع عبد العزيز الهاجري أو لكراي ثاني بدر؟ طبعا عشت أيام مهما كان عشت أيام صعبة أن تعود الفريق خاصة معنويات النادي العربي شوية هابطة كانت يعني. لكن النتائج اللي تقول عنها أنا شفت اليوم أنا بتكلم عن العربي كمباراة كتنظيم السالمية كان تنظيمه أفضل الصراحة منتشر بشكل رائع بشكل أفضل. بعدين في شيء أنا يعني كمهاجم يعني حمد العنزي لاعب مميز داخل 18 إحنا نقول دائما لكن مو لاعب سريع وايد فأنت تلعب معه على خط واحد يلعب لباس توقف على بنا أوفسايد ما يصير. أنا بالنسبة لي يعني أنت كدفاع يعني أنا كلاعب سريع ممكن واحد يكتف سلو لأنه ممكن أخذ بسرعتي لكن أحمد مو سريع مفروض أغطي عادل وامشي معاه يعني شق أطلع وخلي ينفرد ويروح هو الجول. أنا أعتقد العربي لعب على خط واحد مو بشكل صحيح. تكلم عن الجول الثاني بدر الجول الثاني نعم. الجول الثاني وهم هم لاعب الأفريقي مال جمعة سعيد نفس الكرة انفرد بس أوفسايد مو أوفسايد هي مو أوفسايد نفس الطريقة مساحات يعني. مساحات كبيرة يعني شفت الحكام ايش سووا. انا بسال السؤال لا سؤال جايكم بالحالات يا ابو طلال سمبو بخالد. انا بسال بس سؤال يعني كابتن اليوم ما ادري انت هل كانت القطه ان جمعه سعيد كان يلعب خطتكم خطه النادي العربي كان متوقعين انه كان يلعب وسويتوا عليه او ما انه على المهم يلعب لا اللي يلعب احنا كنا سامعين كلام انه يمكن يلعب ويمكن ما يلعب اللي يلعب حسب الحساب لان طلع كلام يقول كان الخطه انه على اساس انه جمعه سعيد انه يلعب جمعه وفيصل يوم اي فقالوا ان العربي سوى الخطه على هذا الشيء فتفاجئ لا مو علشان لاعب لا ايه مو علشان حارس مو علشان يعني حتى اليوم بالشماع يعني وكان واصلنا حكي من امس انه يمكن جمعه ما يبدي فيه يا جماعه اللي يلعب انتم يعني مخترقين يا ابو طلال يقولك وصلنا حكي لا ايش حق بقولك لا لا ماكو شيء انا حافظ العربي العربي حافظ اي واحد الحين يستدق على اي واحد رقم عشوائي عطني تشكيله السالميه يعطيك 99% من تشكيله السالميه ليش اي واحد ليش ما تقول ان المدرب عنده اوراق رابحه على البنش ايه. وليش ما اقول انت مستانس اليوم ان حمد علي زياب جول وفيصل علي زياب جول اكيد انت مستانس اكيد على شنو بالضبط على الخساره ولا على ربعك اللي جاب جول لا على ربعي قوله هذا اللي ممسك بس شوف انا الحين ابي رد طالب فيهم لو يعني مع الاحترام والتقدير حق لو مو الاستهتار ممكن العرب يطلع بخساره كبيره اليوم على اللي صار فينا العام ضد السالميه كان يصير اليوم في فرص ترى في استهتار استهتار مشروب يوسف من اللاعبين الهجومات لا بالعكس ما كان في استهتار لا بيوسف بقول لك شغله انا بقول تفضل انت عيد الهجمات كلها ترى عدم توفيق قدام الجول يعني اللاعب واقف يعني مثلا جمعه يوصل للجول بتلقاه باللمسه الاخيره يفتقدها هذا عدم توفيق ما فيها استهتار الاستهتار لما تقول اللاعب مثلا طايف الجول شيء والجول فاضي بيردها او هذا هني السر لكن انا ما اعتقد انه في استهتار لا من فيصل ولا من جمعه ولا يصلع نزي لو لاعب باص كان يحب يقوله يعني عدي الصيفي انفرادات جول اللاعب تدري يا ابو يوسف انت تتكلم على جيم ثاني اللاعب تعبان حتى تركيزه نتيجه 3-0 مو 1-0 لا بس يكون هم اللاعب تعبان ومو مركز يمكن مو رافع راسه انت ما فهمت ابو يوسف لا انا فاهم ابو يوسف يبي السته مالتك يبيها على العرب اليوم والله شوف هذا اللي ضايقته هذا ضايقته مدرب العربي يوم نزل محمد اشراق مع الاحترام والتقدير محمد بالناحيه الهجوميه ما في روح تعال والباص ترى بالشمال الجول اللي حطه مسوي لعبات ابو عبد الله اول باص كذي يقول لك روح قول بس تبطل الوسط وصارت مساحات كبيره عشان كذي نزل الصغير شو اسمه الولد محمد سويدان محمد سويدان لو معطيه وقت ربع ساعه ثلث ساعه على حظه وقفت المباراه والله يأديهم ما شاء الله تبارك الرحمن لاعب صغير
ويلعب بالمساحه. لا على على قولته يقول يمكن كانوا يحصلون نتيجه كبيره لو 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 يعني اول شيء نتيجه السته الاولى اللي على القادسيه العام ما تنقص من فريق القادسيه ولا تقلل من غد، وحتى لو صايره اليوم والثلاثه ما تقلل من من ترى مجرد ثلاث نقاط ثلاث. لا انت تقول استهتروا انا ما اعتقد في استهتار، احنا اهم شيء الثلاث نقط، لو فايزين 1-0 بس اهم شيء نبي الثلاث نقط. بدر انت عندك اشاده بالحارس خالد الرشيدي؟ نعم خالد الرشيدي اليوم صراحه العربي كان ممكن يقول، هذا الفرق بين السالميه وهذا، السالميه صراحه جت له فرص وايد بس اقتنص الفرص، خالد الرشيدي صراحه وقف ركله الجزاء مالت اللي هو فراس ومالت مسوي اللي مع الطاير في كوره وايد صادها مره ثانيه. اي نعم يعني في الجولشي له دور مهم صراحه باي فريق، اذا كان جولشي مستوى خالد الرشيدي الدفاع نفسيا يرتاح يعني، فانا اشوف خالد الرشيدي اللي كان دور كبير يعني النتيجه يعني. الخلل شنو كان اليوم في العربي؟ خليك من التشكيله والخطه، المحترفين ادوا ما عليهم، البعض يقول لك مثل ما قال عبد العزيز الهاجري محترفين العربي هالموسم مو مثل المحترفين العربي الموسم الماضي، وهذا اللي ما راح يساهم في ان العربي يروح يلعب من ذلك. احد الاخوان ايضا يسال يقول هل بعد خساره اليوم العربي فقد الامل عن الدوري؟ يعني خصوصا انت قاعد تحكي الحين ان 15 نقطه والقادسيه المتصدر 26. طلال ما فقدنا الامل بالمره، بس انا اعتقد يعني تعدنا شويه، يعني احنا اليوم يعني الكلام اللي كنا نقول حق اللاعبين وهذا ان اليوم مفتاح المنافسه على الدوري مباراه اليوم مباراه السالميه، احترامي حق الثلاث انديه اللي بنلعب معاهم بعد السالميه اللي هم الشباب وصليبخات وخيطان، اعتقد السالميه من الفرق المنافسه، يعني كان ودنا احنا ناخذ ثلاث نقاط عشان ندش مع السالميه والكويت والقادسيه، هذه شويه اخرتنا بطلال خسارة ثلاث نقاط. وبالنسبة للمحترفين يمكن بطلال يمكن يعني وايد قاعد يقولون أكرم جحنيط مثلا مو زين وهذا، بالعكس أنا أشوفه لاعب جيد، أنا واحد أشوفه لاعب جيد بس ما أخذ فرصته كاملة بطلال، لو تي من البداية خلينا نتكلم من البداية من أيام الكابتن لويس يمكن ما كان يلعب مباريات كاملة، كان يلعبه بالبداية ويسحبه أو يرد يلعبه في آخر ربع ساعة ثلث ساعة، هني ما تبين إمكانيات اللاعب. اليوم بطلال يعني وفراس لاعب أنا ما أقدر أتكلم عنه، لاعب مقدم شيء الكثير للنادي العربي، فراس من المحترفين الجيدين يعني لحد الآن، فراس في تحس فيه الخطورة اللي خطورة المهاجم يعني موجودة بفراس، يمكن اليوم التوفيق ما حالف اللاعبين بطلال، أنا ما أقول لك أن اللاعبين يعني مثل يوم واحد يسألني يقول تخاذلوا اللاعبين إيش حقا يتخاذلون على شنو، يمكن اليوم ما كان يومهم بطلال، إلى جانب أنه السالمية ما نبخس حقه، السالمية قدم مباراة كبيرة بعد بطلال. ما أبي أسوق لهذا الأمر لكن البعض ما زال يقول لك، تذكر يوم سألتك عن جروب الحمد لله يقول لك في بعض من اللاعب اليوم ما ظهر بمستوى لأنه هم من ضمن جروب الحمد لله، تنفي؟ أنفي أنا بطلال، أنا قلت لك بالحلقة السابقة أنا أذكر قلت لك بطلال أنا ماني مع الفريق بالموسم اللي فات وما أدري شنو علاقة اللاعبين مع المدرب، بس اللي أنا أشوفه قدامي هالأسبوعين اللي فاتوا المدرب وعلاقته مع اللاعبين أمور جدا طبيعية ماكو شيء. بعيد شوي عن المباراة، جمعة سعيد مستمر مع السالمية، كثر الحديث بطلال عن موضوع جمعة سعيد، والله حطني بالصورة أنا واجبي الله يسلم، هذا الأمر ترى متروك مو لنا مو خيار، هذا بعيد مجلس الإدارة، لا بس أنت قريب من الدائرة، أتمنى أنه يكون موجود وبوادر ان احنا ما دام عندنا موجود بالتمرين معناته موجود صح، وعقده بيد مجلس الاداره هم اللي بيتصرفون، لكن احنا مثلك قاعد نسمع بالاعلام، لكن احنا نتعامل وياه ان لاعب موجود ويانا بالتمرين، لذلك نتعامل وياه ان المباراه كل مباراه معنا متى ما راح، وانا قلت وتكلمت قبلها سواء جمعه موجود ولا مو موجود او غيره احنا مستمرين والفريق مستمر. اتمنى عادل بس تجهز لي بعض الحالات التحكيميه اللي تخص مباراه العربي
والسالمية. أسأل بس قبل لا أشوفه أسأل أبو عبد الله ناصر الغانم، مباراة العربي والسالمية تابعتها بلا شك؟ تابعتها نعم. استحق الفوز السالمية بجدارة واستحقاق، ليش فاز السالمية وليش خسر العربي من وجهة نظرك؟ والله السالمية يعني عمل شنو المفاتيح اللي عنده موجودة في العربي سنة كاملة يعني، وأول شيء المحترفين المحترفين عدي صيفي وجمعة لاعبين مؤثرين محترفين العربي مع احترامي لهم، ما يعني مو اللاعب اللي مؤثر اللي يغير النتيجة. إضافة إلى أن نادي السالمية عرف شلون يصيد الفوز، ونادي العربي أو لاعبين العربي بالجمهور اللي موجود هذا يمكن استعيلوا يبون النتيجة، والسالمية استغلوا الكرات اللي يسجلون منها الأهداف وقدروا زين اللي ما طلعوا يعني في نتيجة أكبر من هذه. كنت تتوقع أنه ممكن يكون نتيجة ممكن أكبر؟ إيه، لأن يعني أنا استغربت من طريقة 3-5-2 حق العربي. وشرحك تو كابتن أحمد اللي هو كان يعني العربي التكتل الدفاعي حق نادي السالمية في الوسط وفي الدفاع، المفروض يعني الكرات اللي كان يطلعها عيسى وليد الباك اليسار وواحدة ثانية فراس الخطيب كان المفروض يكثر من الكرات هذه علشان يسجل أهداف، أو قاعد يروح يخترق من الوسط. المفروض هذا تدخل المدرب، يعني شو قاعد المدرب؟ شوف يعني سامي يقول مشكلة العربي باكاته ما في فعالية وطلوعهم سلبي، العربي ما يسجل عن طريق الاختراق من العمق أو ما يسجل، أي مدرب يسكر العمق يسوي مشكلة للعربي. حمزة الشطي يقول بطلال نبارك حق بطلال، والعربي بحاجة لاعبين أمثال اللي قاعد جنبك أحمد عسكر فاول يخلص لك المباراة. الباكات مشكلتكم وعبد الله اليوم كان فريح وكان عيسى وليد. بطلال يمكن حتى الكلام اللي بالتمرين يعني التطبيق اللي بالتمرين وحتى الكلام اللي بالاجتماع وهذا كان قاعد نقول لهم بطلال اذا يعني احنا ندري وعبد الله ندري يمكن من زمان مو لاعبين هالطريقه، فمو شرط انه يروح يوصل مثلا للكورنر ويرفع، يعني يقدر يرفع من قبل ال 18 يقدر يرفع، او بس احنا مشكلتنا بطلعان اللي كنت اشوفه انه ما يعني لاعبين نصنا ما يسلمون الكره حق الهجوم وتروح تساند وياه، دائما لاعبين الهجوم كانوا منعزلين عن لاعبين الوسط. هذه المش انا بوجهه نظري بالنسبه للكرات اللي تكلم عليها مشكلة كبيرة. بالنسبه يقول الكرات العرضيه او شيء وصلت كذا 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 كره عرضيه من هذه، لكن هني نشيد نفس الكلام اللي قاله اخوي بدر وناصر، قال كلام فعلا خالد الرشيدي كان يعني 90% من اللي قاعد اشوف 90% من الهجمات او 99% احنا انا مرتاح لما تكون كره عرضيه ما دام عندي خالد الرشيدي موجود بالجول. صح، عشان كذي انا اعتقد الكرات العرضيه كانت تلعب يمكن طلعت 5 أو 6 كرات عرضيه خاصه بالشوط الاول. ايه بالشوط الاول، لكن كان يعني 6 دقيقه طلع لهم خالد. بس خلينا نشوف اللقطات، اعتقد الحالات التحكيميه حق الكابتن محمد باجي. شوف ابو خالد، هذه الحاله التحكيميه الاولى اللي تم اختيارها، هذه شنو ذكروني يا الربع؟ هذه ما تسلم هذه البلنتي. برافو برافو عليكم. هذه اللي كان مفروض يقول لك العربي لهم بلنتي في الشوط الاول اثر مشاركه عادل مطر مع السلامي في الشوط الاول، هل هذه بلنتي ابو خالد؟ والله شوف اقول لك صراحه هذه الحاله من الحالات ترى الصعبه، انا عدتها إيه؟ بالاخير صدتها. شنو صدتها؟ ضربه جزاء. شلون؟ حاش المدافع السلمية بالقدم، حاش اللاعب السلامي باليسار، رجل اليسار حاشه، بس كرة أول شيء ما في لمسة يد السلامي، ما في لمسة يد، هو نزل إيده على صدره كذي هني، شوف رجل اللي على الأرض الثانية ايه؟ حاشة الرجل اليسار مالت السلامي حاشة ايه؟ هذه حالة صعبة تقديرية للحكم، هو يمكن توقع أن مشاركة يعني بشرية أو التحام عادي، ما عشان كذي ما حسبها. وهالحالة هذه يا كابتن؟ لا ما فيها شيء. كمل اللقطة، مشي اللقطة الربع يعني غزق أوف سايد الجول. لا ما فيها شيء، ما تحمد إيه؟ لا ما فيها شيء، ما فيها جول سليم عليها بالعكس بعد الكره. اذا في حاله بعدها خل مشي هذه، اذا في حاله بعدها احنا مش مال الجمعه سعيد. شوف انا شوف والله ما كان تسلم مال الجمعه سعيد. لا هو صفر يقولون هذا لحد الحين، هذا الجول جول حمد العنزي. ايش وقف طلع اوفسايد يعني؟ هذا جول حمد، هذا اللي بدل انت علقت على الموضوع. نعم المفروض ما يطلع هو يعني، المفروض قلت لك انا حمد داخل بوكس ميت، لكن كسرعه تقدر تاخذه معاه، ما داعي تطلع تغطي وترفع ايدك يعني.
مو أوفسايد يعني حرام. هني في حالة أخرى اللي هي ركلة الجزاء للعربي، ركلة جزاء سليمة هذه كابتن؟ هذه ركلة جزاء؟ إيه خذها بيده. هني ما ينذر اللاعب، شوف هني في حالات يقول لما تضرب. وقف وقف إيه مش وقف ليها. هني يقول لك اللاعب دخل داخل 18 قبل لا يسدد في راس. إيه أول شيء هل بالفعل اللاعب دخل داخل المنطقة؟ مو واضح، خلي يجيب. كاكا شوف صورة ثانية. أول ما في صورة ثانية تبين. إيه. دخل مع 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 مع, مع التسديد. ما تعذب. لا تقدم. خلصت النتيجة والمشكلة مش الواحد. برا البحث. شوف إذا دخل. إذا دخل شوف كقانون نتكلم. خل الحالة هذه. أي حالة مشابهة إذا قبل لا يركل الراكل ضربة الجزاء ودخل الفريق الخصم ينطر الحكم. اذا دشت جول خلاص. زين انت هذه الحاله شوف في عاد حاول توقف لهالكادر هذا من يدش اللاعب توقف الكادر خلينا نشوف هو اللي طلع الكره وينه مني ولا من ناس اول واحد على اليسار اول واحد على اليسار عدي الصيفي لا اللي قريب عند الحكم اول واحد على اليسار اول واحد معاه بس هو داش ما اعرف اسمه والله شوف الحين شوف تقدمه هو اللي طلع الكره لا هي تحسب بس مو بهالطريقه ترى تحسب يعني ما تحسب لي والله شبر داشو يكون قريب الحكم اصلا ما الحكم قاعد يشوف التسديد لا لا الحكم كان اللاعب يعني بظهره ما كان لكن احنا نتكلم على قانون ضربه جزاء اذا احتسب الحكم ينتظر الراكل دش الخصم ينتظر دشت جول خلاص ما دش جول لا يجب اعاده ايه علشان اكون عشان اكون منصف في حال يمكن ما يبناها الانفراد اللي جمعه سعيد اللي قال تسلل اغلب الناس من شافت بالاعاده الحكم في جزء من الثاني ياخذ قراره لكن في حاله قال لك جمعه سعيد ما كان تسلل ما اعتقد شفت الحالة, أنا شفت الحاله انا شفت الحاله مو اوفسايد مو اوفسايد لا مو اوفسايد بس مو هذه مو هذه يا كابتن مو هذه ارجع لي عادل مو هذه انا مو هذا ما بالحاله انا بالتوقف اللي صار هني الحج التوقف اللي صار هني المفروض خلينا نحسم امر هذا الموضوع هذه ركله جزاء ولا مش ركله جزاء لا انا بالنسبه لي ركله جزاء ناصر الغانم هذه اي واحده مات سليمي انا اقول لك ما فيها اي شيء مو ركلة جزاء. مو ركلة جزاء 100%. ناصر الغانم. تلامس عادي والتحام عادي بين مدافع. لا ضربة جزاء. هني مش ركلة ركلة كابتن بدر المطي. مو ركلة جزاء. مو ركلة جزاء. أحمد عسكر. ركلة. أسأل أحمد. ركلة. أنت قلت مو ركلة. هو ركلة. من هنا لو ما شافها بيقول لك أنت. حتى. مو ركلة جزاء. أنت تقولها ركلة جزاء. بو يوسف. ما نحسب. ف. يعني مو ركلة جزاء. ما نحسب. تو يقول لا. إنزين لو أنت الحكم. نحسبه. إنت إنزين لو أنت الحكم. الله. أقول عبد الله. لو أنت الحكم. لو لكم قول. يا عاد إحنا صارت أكثر. لا شوف مالت المجمد. مالت المجمد في هذا المجمد بلنتي واضح. اللي صار للحسب. اللي الحسب. بلنتي واضح حتى لو يعني وتحسب الحكم لكن أقول لك هاي الثانية. صعبة هذه حالة صعبة ترى هي ضربة بس أنا أقولك عدة إن التحام عادي وبين لاعبين حاش شوف سلمان زمان حاش رجله من هذه ايه القدم أيوة حاش القدم تلامس عادي لا مو عادي لا لاعب مسرع أنت أي إذا حشتك خلاص مش بريك يا لا لا لا, لا, لا شوف نتكلم كقانون نتكلم بس أقولك حالة صعبة على الحكم حنا ترى أنا عن نفسي بتكلم عدة أكثر من 20 مرة عشان أتأكد إنه حاشة فلا تلوم لا صعبة لا صعبة إذا 20 مرة ليش أقولك من ساعة أنا ليش نقولك من ساعة إنه القانون عند الفيفا بالاتحاد الدولي الحكم قراره صحيح بالملعب حتى لو كان خطا انا مع الفيفا اي مع الفيفا اي عليك انا اقول لك اليوم ولا لك كل الحالات انت مع الفيفا بكل الحالات ولا بس لا بس هذا بس اللي عليك شوف اما الجول مال انجلترا اللي داخل طقت ودش حسين يقول بطلال الحكم ظلم العربي والسالميه ضربه جزاء للسليمي طرد البذالي طرد السليمي دخول دفاع السالميه قبل تنفيذ ركله الجزاء والكثير هذا راي يعني يقول لك ان عمار شكناني في قرارات اليوم على الفريقين لم يكن موافق في بعض الحالات احمد زيد يقول رقم 4 اللاعب رقم 4 هو اللي دخل المنطقه وهو من اخرج الكره فنان العزيز شاب حاجيه يقول كل الشكر للجهاز الفني والاداري واللاعبين ووجه الخير بطلال انا لا هو بعد وجه الخير يا بطلال حبيب قلبي وجه الخير بطلال سلمان عواد واعتقد العربي ينقصه لاعبين مميزين يغيرون النتيجه مع كل احترامي للموجودين شنو جزئيه تقول لي بتكلم على الايغاف شنو الايغاف ايغاف المباراه اليوم ايه شنو صراحه انا بتكلم على هني لازم يعرف كل حكم وحنا يمكننا قبل ويوم صرنا باللجنه وطلعنا نقول نفس الكلام حكم المباراة أنت قائد المباراة أنت كوماندر أنت صاحب الكلمة الأولى والأخيرة أنت الكلام الفصل أنت شنو أنت كوماندر
لغات نازل من الهليكوبتر كلمات كبيرة. انت حكم لازم اعطيك كلمه كبيره قائد. والله يا ابو طلال فانت تكون بالملعب تنطر تجي نص الملعب وتجيك مراقب المباراه ومغيم الحكام والعالم جمعهم عليك انت تتخذ قرار. انت تتخذ القرار. جمهور المساعد ناداك ان في شغب من الجمهور خلاص انتهى. اطلب يا شباب في شغب انهونا الموضوع. اقف دائره اتجمع انا والطاقم ما نقدر نلعب تقدرون ما تقدرون قال لا خلاص بالنص انتهى اجراءات. حصل اعطيت وقت القانون اللي هو 5 دقائق ولا يزيد عن ربع ساعه. ما صار شيء تلغى المباراه. صار شيء في 3-4 دقائق. شو اللي سوى اليوم عمار؟ عمار انت اعطيت ضعفت نفسك. انت تاخذ قرار. ليش تجي حق الله عند الخط توقف يجمعون عليك شيء ما يبي له شيء. هذا معروفه شغله معروفه. انا اوقف شغب في جمهور قاعد يشاغب يحذف اي كان. الحاله انت شفتها تستدعي يا شباب من منو موجود بالملعب لو سمحت هو يروح يخاطب رجال الامن وقفونا الشغب اللي صاير. اعطي وقت 5 دقائق. انا مع ربعي ان عارفين القانون انه 5 دقائق ولا يزيد 4 ساعه. نطرنا 3-4 دقائق مشت الامور اوكي اعطوني اوكي العب لعبت. مو ثاني مره اوقف واسوي لي انتهى الكلام واضحة. عشان الحالة الأخيرة أنا ما بقى لي وقت. في حال الجول الثالث في شيء جول فيصل العنزي يا كباتن أعطوني الحالة خلينا نشوف جول فيصل العنزي الثالث في اشتراك في شيء صاير كان كنا بين جمعة وبين الجوتشي. أعطوني أعطوني الحالة أعطني عاد الحالة الحالة الثالث الجول الثالث لفيصل للعنزي بالملعب ما شوفه الجول وحسبوا حسابكم بمناترات كبيرة. لا شوف أنا أقرب واحد كنا خلينا نشوف لا نغزل طقميد ما في شيء ما في شيء على المستوى لا ما في في شيء بريء بريء بس بريء حضر في غاب براءة براءة بس خلاص رجعوا لي. وخالد موجود لاعب طاح ويا اللاعب الثاني داس على صدره شنو هذه؟ جاوب يا ابو خالد لاعبكم على الخط اي هذه شوف شوف يا جماعة تحكيم انت مشكلتنا عبالنا الحكم زرقاء اليمين مو هذا الحال رجعوا لي كابتن لعبه كل حاله يشوفها اللاعب اللايمة. انت ليش تشكك وانت انت تستقصد ان في سوء نيه من الحكم وانه يستقصد يا ابو خالد يا بعد يعني شاف وطنش اللايمن الحين الحاله عندك كذي زين اللايمن كان يطالع اللعب صدق ما طالع لاعبك لاعبك تحته كان انا شايف اللعبه احنا مو قصدنا القادسيه ولا الفنيه الصفراء اي حاله تصير بغض النظر يا بعد عمري انت الحين انا قدامي الحاله اصفر شيف. الحكم يصفر من النص وانا قدامي ما ارفع الرايه يا ابو خالد انت تقصد الدوسه لعبه طلع الكره انت تبي شوف احنا بنتكلم انت تبي كحكم الحكم يخطئ اللايمن 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 اقول لك المسافه من هنا الى عندك اي هذا المشكله ما شافها اي عبد الله عفوا جاوبنا احسب لي الموضوع احسب لي الموضوع احسب الموضوع انه اكيد الحكم او المساعد ما انتبه للعبه ما انتبه للعبه فما يقدر يظلم زين انا بدقائق الاخيره مشكلتكم لا قريب لا يشوف مو شرط يا اخي بطلال قبله أنا أشكر في شيء أنا ما سألته في شيء تبي توصله لا لا والله بلعب بس أنا أشوف الجدل كثر على الحكام صحيح وأنا من يعني ما عمري بالأمانة تكلمت على الحكام ولا أحب أضغط على الحكام ولا أحب أتكلم في عندك شكاية لكن أنا أقول يعني المفروض إحنا صراحة المفروض ندعم الحكام المفروض نتغاضى عن بعض الأخطاء اليوم صحيح في 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 غلطات لنا وعلينا بس ما كانت مؤثرة بشكل يعني كبير على على سير المباراة ويبغى بالنهاية هذا بشر وإذا إحنا ما ندعم صراحة وين يحكمون يعني يروحون يحكمون والله بيوصل طالعني لا نفس لاعب والله العظيم نفس اللاعب نفس إذا ما تدعم الحكم نفس ما تدعم اللاعب يعني ما يصير أنا أدور عليه الزلة طوف له مرة مرت إذا 3 مرات لا عاد خلاص محمد باجية كلمتك الأخيرة يعطيكم العافية ومشكورين إن شفنا وأنا صراحة سعيد أشوف بدر من زمان ما شفته بس تسمعون على خير خل نقفل خل اسلم على الربع الحين انا اكلم الجمهور ما كلمت ماشي ولا تحرج فينا ماشي الذهب الصواني بس ناصر غانم مشكور وجوده دائما مشكور في شيء تبي تقوله الساحل زعلانين لا يزعل من اخوي عبد الرحمن العتيبي انا ودي ان التطوير حق مستوى نادي كاظمه او الساحل قواك الله ابو عبد الله بدر البطي نجم من نجومنا وابرك الساعات واضافه بلا شك مميزه يا كابتن بدر في شيء حاب تقوله قبل لا اختم وياك والله بقول شغله من زمان بدي اقولها اليوم بلعبه قادسيه عن محمد المشعان صراحه عزيز المشعان صراحه ابدع لانه تخلى عن شغله في في في, في ستايل لعبه ودائما يحتفظ بالكره بس اليوم صراحه لمسه باص صنع كور وايد يتحرك بشكل صح من زمان ما شفت المشعان كذي دائما ياخر الكره هو فاليوم صراحه كان نجم انا عجبني يعني انه وخر السلبيه اللي فيه هذه
من نجم كبير الى ايضا نجم رائع مثل عزيز المشعان. هذه ملاحظ من اخوك الكابتن العزيز والكبير بدر البطي. ابو عبد الله قبل اشكرك احمد عسكر. سعود الجناعي او سعد الجناعي، سعود وينه الجولكي؟ سعود والله ما يتمرن. شلون ما اشوفه اي النادي ما يتمرن. انتم معاقبينه؟ لا معاقبينه ولا شيء. هو من كيف قطع؟ والله هو قبل بدايه الموسم كان يتمرن وراح يتمرن مع المنتخب وهذا بس الحين بالفتره الحاليه ما اشوف اي النادي ما اشوف. سعد الجناعي يقول انا ارباوي والسالميه فريق كبير ويستاهل، لكن الحكم خرب المباراه لنا وعلينا. بونياك ما يملك عصا سحريه، يحتاج محترفين زائد وقت. كلمتك الاخيره ابو عبد الله. انا وافق الراي الاخ اللي يتكلم. انا اقول بطلال قبل لا ننهي يعني نقول هاردك حق فريق العربي وحق جماهير العربي، يعني نتمنى انه لا يعني يصبرون. يعني شو ما نقول هالكلمه، يمكن بعضه يقول كل مره نقولها خلي يصبرون. ان شاء الله الفريق يصير زين، والمدرب توا جاي ابو طلال، ان شاء الله دعم الجماهير ما نستغني عنهم، هاي الجماهير اللي قاعد تترس المدرجات، واحنا نشتغل يعني اللاعبين يتعبون واحنا نشتغل من حق هالجماهير هذه. اسال الله يوفقكم جميعا ومشكورين على الاستضافه. حبيبي ابو عبد الله مكانك عبد الله الحقان ابو يوسف، دائما ذخر وجودك مميز بلا شك واضافه كبيره بالنسبه لنا حبيبي. اشكرك واشكر الكباتن، وطبعا فرصه سعيده ابو عبد الله وبدر وناصر الغانم باجيه محمد باجيه ترى لاعب ضد انا 9-8 وسلمان وطبعا الكلام اللي قلناه يعني لا حد ياخذه بالحساسيه ان احنا قاصدين فريق ولا قاصدين حكم ولا هذه ديوانيه صح. اسمها ديوانيه صح. انت قاعد تناقش صح. صح والله يعطيكم العافيه طول عمرك الكابتن، بس نبي اقوال اللي قلت لك على هالخشب اقوال موسم 85-86 ابو عبد الله تبي ابو عبد الله ابو عبد الله ترى حتى بدران الكويت كان بدران لعب له على الطرف وطلع لك كروسه حق الحساوي حق الله علينا منخوش جول قدرت اتكلم طلع ولا سكرته انت مو قلت صباح الخير؟ لا انت مو قلت صباح الخير؟ لك ما قلت لا انا بقول كلمه قول صراحه انا جماهير القادسيه الوفيه صراحه اضربوا اروع المثل في الوقفه في فريقهم لما احتاجهم. انا نداء لان اشوف الجمهور هو الملح، جمهور العربي عليه ان يقف وكما كان وسيقف مع فريقه صراحة لأنهم الملح صراحة. نبي القادسية جمهوره، نبي العربي أنت نفس عفوا أشبه إذا كان مثل أبوك أو عزيز عليك مريض هل تتخلى عنه أو تسمع كلامه زين ولا توقف معاه وتضحي علشانه؟ هذا حال اليوم فريقك فعليك أنت تثبت تصبحون على خير. لا شكر لكل من تواصل معنا، شكر للكباتن الكبار اللي شرفوني ونوروني اليوم في برنامج الدوالية، اسف وايد اللي ما قرأت تغريداتكم، ضغط الحلقه ولحقيه ايضا للضيوف في ابداء وجهات نظرهم. اذا الله اعطانا عمر وياكم ان شاء الله الاسبوع الجاي نلتقيكم في برنامج الدوالية، تصبحون على خير.